يا صباح الخير والسعادة على كل الأهلوية اللي بيتابعونا في كل مكان، وزي ما بنقول كده فاضل ثلاث نقاط على التتويج إن شاء الله رسميا، ويبقى أحلى وأجمل صباح كالعادة يعني. ونقول كمان صباح النصر، صباح الخير يا كريم عليك. صباح الفل عليك. كان ويكند جميل. يا صباح الدوري العام. إن شاء الله. والثلاث نقط بس اللي فاضيين عشان الحلو يوصل بالسلامة. أيوة، إن شاء الله. ونروح أفريقيا بقى كده، ونقول برضو إيه البطولة الأفريقية إن شاء الله برضو للأهلي. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال. وعايزين نقول كمان إن وارد يعني في احتمال كبير برضو إن التتويج يبقى رسمي النهارده، في حال ما اذا لو يعني فريق الزمالك تعثر امام الانتاج الحربي. فيلا ما نسبقش الاحداث، يلا ما نسبقش الاحداث، ولو ان احنا برضو ايه واثقين ان شاء الله. يعني حلقه جديده مع حضراتكم النهارده، معانا فقرتين مختلفين الى حد ما، وفي فقره كده برضو مميزه جدا عشان هيبقى معانا ملحن كبير جدا. انا مش هقول اسمه دلوقتي عشان هو مفاجاه، بس هتبقى فقره جميله جدا، هنقعد نلحن على الهواء. اللي عايز كمان يتلحن اسمه على الهواء على فكره ممكن يبعت لنا اسمه، اسم ولاده، اسم مراته طبعا برضو لو عايز يهدي لها اغنيه يعني. وهيلحن ضيفنا النهارده على الهواء الاسامي اللي هتبعتوها، هو عنده ملكه كده جميله جدا، وهو قاعد ممكن يلحن اي حاجه في الدنيا، فاستنونا هتبقى فقره جميله جدا. نبدا بقى يا كريم اول اخبارنا مع حضراتكم، وخلينا نبدا من الاهتمام الكبير جدا اللي احنا كلنا ملاحظينه من القياده السياسيه بالرياضه ورياضيين تحديدا، ويمكن ده اللي بيتضح كمان في الخبر اللي معانا، ان اجتماع الرئيس كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع ده تناول متابعه الاستعدادات النهائيه لتنظيم بطوله كاس العالم لكره اليد للرجال، والمقرر ان تستضيفها مصر في يناير 2021، زي ما احنا تابعنا الاحتفاليه اللي كانت من يومين، كانت احتفاليه ضخمه جدا وكانت حدث بصراحه مشرف جدا. الرئيس وجه هنا بتوفير جميع الامكانيات لنجاح البطوله، وكمان تكون بمثابه احتفاليه رياضيه عالميه على ارض مصريه. خلينا نقول ان ده كمان اضخم حدث رياضي على مستوى العالم بيتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء هنا جائحه كورونا. وزير الشباب والرياضه استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجاريه على مستوى اللجنه العليا المعنيه بالاشراف على تنظيم كاس العالم لكره اليد، بما فيها هنا جهود رفع كفاءه البنيه التحتيه الرياضيه اللي هتشملها البطوله، وكمان طبعا البطوله دي هتشهد مشاركه هنا 32 دوله لاول مره في تاريخها، واقامه 108 مباراه في اربع صالات مختلفه بثلاثه محافظات، بالاضافه لتوفير 10 صالات رياضيه اخرى لاستضافه تدريبات المنتخبات. بصراحه يعني انا بشوف ان ده حدث مش هيبقى رياضي عادي، ده حدث رياضي عالمي. احنا بنتكلم كل يوم يمكن عن السياحه الرياضيه واهميتها بالنسبه لاي دوله، وازاي بتنشط السياحه داخليا وخارجيا، فاعتقد دي خطوه مهمه جدا. وكمان احنا بنتكلم ان هي مش بس خطوه كويسه للسياحه، لا احنا بنتكلم ان فعاليات او مهرجانات زي دي هي كمان لها تاثير بشكل مباشر او غير مباشر على الاقتصاد، فيعني الصوره بكل جوانبها اعتقد صوره ايجابيه جدا، فبالتوفيق ان شاء الله لينا. هو من ناحيه انه حدث كبير، فمفيش ذره شك في انه حدث كبير وعالمي بالمعنى الحرفي للكلمه. كمان هيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من افضل العناصر الشابه عشان يشاركوا في تسيير امور البطوله، طبعا مع وضع برنامج تدريبي مكثف ليهم للمساهمه في اخراج البطوله بافضل صوره مشرفه. كمان شهد هذا الاجتماع عرض الخطوات الانشائيه والتمويليه لصندوق الرياضه المصري، واللي يعد اول صندوق استثماري لدعم الرياضه في مصر، حيث وجه الرئيس بحوكمه اداء الصندوق بهدف استدامه عوائده الماليه لصالح دعم الابطال الاولمبيين، وكمان اكتشاف ورعايه الموهوبين رياضيا واقامه البرامج القوميه للياقه البدنيه والصحة العامة. الحقيقة اهتمام السيد الرئيس بالرياضة في دايما يعني في أولويات القرارات والاجتماعات، وده اللي لمسناه وبنأكد عليه في كل فقرة من فقراتنا وفي كل يوم من أيام هذا البرنامج. نروح بقى للملف كمان الأبرز معانا، وهو المرأة والرياضة النسائية، كمان طبعا ضمن اهتمامات الدولة. والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق هنا على تشكيل اللجنة العليا للرياضة النسائية لوضع التصورات والآليات الهادفة لتطوير الرياضة النسائية والتوسع كمان في انتشارها على مستوى الجمهورية، أيضا تمكين المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الرياضية المختلفة. وبدأت بالفعل اللجنة أعمالها بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية في زيارة ميدانية لمشروعي هنا تطوير منطقتي المحمودية والبشاير، واللتين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصى كمان أعضاء اللجنة بتنفيذ مهرجان رياضي ده بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والمجلس القومي للمرأة.
الحقيقه ملف تطوير الرياضه النسائيه مش بس موجود في المحافظات الكبرى، لكن ده كمان بيمتد لجميع انحاء الجمهوريه، وده في حد ذاته بيكون تماشيا مع توجيهات القياده السياسيه بتوسيع قاعده الممارسه الرياضيه وتشجيع كل انماط المواطنين على ممارسه الرياضه ورفع معدلات اللياقه البدنيه لتكون الرياضه هي اسلوب حياه للمواطن المصري بشكل عام. مفيش شك ان اللجنه العليا للرياضه النسائيه تعتبر خطوه فاعله نحو تطوير الرياضه النسائيه في مصر. ولمزيد من التفاصيل معنا هاتفيا الدكتوره سونيا عبد الوهاب المدير التنفيذي باللجنه العليا للرياضه النسائيه. دكتوره سونيا صباح الفل على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا. وعايزين حضرتك بقى يعني نتكلم في ملامح وفي تفاصيل، ان فعلا في اهتمام ملحوظ جدا من القياده السياسيه ومن الحكومه بشكل عام بممارسه كل ابناء وافراد الشعب المصري للرياضه بشكل عام، مع شيء من التركيز على المشاركات النسائيه، فنسمع تعقيب حضرتك. هو طبعا زي ما حضرتك قلت، بناء على التوجيهات السياسيه وتوجيهات دكتور اشرف، ان احنا نعمل لجنه نسائيه لتطوير الرياضه النسائيه في مصر ووضع آلية انتشارها في المؤسسات والهيئات الرياضيه، وكمان عمل مهرجانات لتوسيع قاعده الممارسه، وعمل دورات تدريبيه في جميع المجالات لتكوين قاعده عريضه، يعني حضرتك من المدربين اللي هم السيدات في كافه الالعاب. واحنا واخدين من اللجنه النسائيه يعني الاعضاء بتاعتها كل واخدين من جميع الاتحادات الموجوده، يعني على قد ما قدرنا جمعنا نخبه من السيدات العاملات في المجال ده في الاتحادات الرياضيه. لا، واللطيف كمان، اللطيف كمان ان مش بس التركيز على ان المراه تمارس الرياضه وتتفوق فيها والسلام، لا ده كمان بنتكلم في زياده عدد الحكمات وزياده عدد المدربات وزياده عدد العاملات في الاجهزه الاداريه في الاتحادات الرياضيه المختلفه، فدي برضو نقطه مهمه اظن. هو حضرتك احنا كنا عاملين مع المجلس القومي للمراه دوري اسمه لاني رجل. هو طبعا الدوري ده كان الحكم، يعني هو كان شغال على خماسي قدم للرجال، بس هو توصيل رسائل لهم انهم ازاي عاملوا السيدات يعني. وكنا جايبين الحكمات اللي فيه سيدات. جميل. ودي يعني واحنا يوم الختام اتفقنا مع الدكتوره مايا، ودكتور اشرف اتفق معاها ان احنا نعمل اللجنه دي، وكمان دراسة المعوقات اللي بتخلي البنات ما تمارس الرياضة. يعني احنا اتفقنا على بنود معينة كده ندرسها في اللجنة. أظن في شق ثقافي ممكن يعني يشكل يعني شيء من المعوقات بالنسبة للأهالي اللي بترفض ان بناتهم بعد ما يوصلوا لمرحلة سنية معينة ان هم يستمروا في ممارسة الرياضة، ده ان كانوا سمحوا لهم بممارستها من الأساس. ايوه دي حقيقة. بس فبتتعاملوا ازاي يا فندم على الصعيد ده؟ أنا لا، بس أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا فعلا كنت زي حضرتك ما قلت كده، فاكرة كده، بس أنا لما أنا عاملة مشروع اسمه ألف بنت ألف حلم لمهارات كرة القدم بالتعاون مع المعهد البريطاني في الصعيد، في 8 محافظات الصعيد. جميل. أنت مش قادرة أقول لحضرتك لما بروح هناك والاقي البنت بتطلب إنها تلبس شورت مش بنطلون، رغم إن أنا جايبة لهم اللبس بنطلون. على اساس ان دي في عادات وتقاليد هناك، بس لقيتهم بيطلبوا شورت، ويعني الحياه ما عادتش زي الاول، والافكار ما عادتش زي الاول. وعاملين الرياضه من اجل التنميه مع اليونيسيف، بنحاول نوصل لصعيد مصر اللي هم افكارهم يعني ان البنت ما تمارسش الرياضه، بنحاول نغير لهم الفكر ده. وان شاء الله بتوجيهات دكتور اشرف ان احنا فعلا شغالين على جميع المحاور ان احنا نخلي سيدات مصر تبقى الرياضه لهم اسلوب حياه على الاقل، غير ممارسه الالعاب اللي هم بيحبوا. جميل، نتمنى لحضرتك التوفيق ومجهودات كبيره وملموسه الحقيقه. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الاداره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه. اظن الكلام على هواك. الكلام على هواك جدا، والكلام كمان اقول لك بقى اضيف شويه حاجات كده برضو.
لو احنا هنرجع لتاريخ الرياضة النسائية في مصر تحديدا، هنتكلم عن بلدنا، تعال بص على الجدران، يعني الرياضة ترجع لعصر الفراعنة، مش فكرة حاجة مستجدة. يمكن احنا دلوقتي مش بنحاول نغير الفكر، احنا بنحاول نرجع الفكر زي ما كان زمان، يعني بنرجع الشيء لأصله، لأن الجدران موجود عليها رسومات عديدة جدا لو احنا بصينا في سيدات وفتيات بيمارسوا الرياضة، فالموضوع مش جديد علينا كمفروض على مصر كبلد، ولكن بعض الثقافات يمكن جت غيرت لنا فكرنا شوية، والبعض أصبح بيرى أن ممارسة الفتاة للرياضة يعني أمر فيه نوع من الخجل والعيب وهكذا. طبعا أفكار كلها مغلوطة. طب يعني في الإطار ده خدت بالك من التفصيلة اللي دكتورة سونيا قالت لنا عليها، فكرة أن في تغيير في الهوية الثقافية إلى حد ما، وأنها كانت رايحة للبنات بفنطلونات وهم اللي طلبوا يلبسوا شورتات، فواضح أن في تغييرات بتحصل بشكل واضح. الموضوع يعني ابتدى يبقى فيه طبعا تغيير بشكل كبير، والثقافة طبعا اندلت على شيء، فده يدل على التغيير في الفكر والثقافة. ويمكن برضو لو هنرجع تاريخيا بقى في العصر الحديث، عندنا يعني أمثلة لرائدات في مجال الرياضة، يعني زي مثلا نفيسة الغمراوي وأمينة محمود، دول شخصيتين أدخلوا الرياضة النسائية في مصر وفي ألعاب مختلفة. يعني لو هنتكلم كرة السلة بداية كانت معاهم، والهوكي وألعاب القوة، عايز أقول لك يعني لو حضراتكم ترجعوا تعملوا جوجل سيرتش يعني على أساميهم، هتشوفوا قد إيه السيدات دول كانوا رائدات في مجال الرياضة، وإن هم دخلوهم كمان مصر. يعني حلو إن إحنا على كل حال بنرجع لثقافتنا زمان، شفت الجملة دي، بنرجع لثقافتنا زمان. الله عليك. طيب من الجزء ده أو الملف ده خلينا نروح لملف آخر، ومؤمن زكريا اللي أصبح بصراحة يعني مش مجرد هنا لاعب بنتكلم عند الجميع، لا هو ولا موضوع بيلعب كمان في نادي إيه يا كريم، هو الفكرة هنا إن هو جمع حقيقي قلوب كل المصريين علشان يدعوا له بالشفاء وإنه يرجع تاني للملاعب كمان أفضل من الأول، ويمكن ده شفناه من جميع لعيبة الدوري المصري كمان، ومحمد صلاح تحديدا امبارح بعد هدفه الأخير في أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي. خلينا نشوف أحسن بدل ما نقعد نتكلم ونرجع نكمل مع حضراتكم. امبارح كانت أول جولة في الدوري الإنجليزي، والحقيقة شهدت تألق ملحوظ لمحمد صلاح مع ليفربول وتسجيله الهاتريك في شباك ليدز يونايتد، وكمان النني هو كمان تألق في مباراته مع أرسنال اللي فاز فيها على فولهام 3-0. وبمناسبة كلامنا عن مؤمن زكريا امبارح، طبعا محمد صلاح احتفل يعني بلقطة جميلة جدا جدا الحقيقة منه، حركة مؤمن سليمان الشهيرة في رسالة بتقول إن كلنا معاك، وطبعا دي الروح الجميلة المتوقعة بين اللعيبة الكبار. كمان حساب ليفربول كتب وتمنى الشفاء للاعب، وبدوره علق حساب النادي الأهلي بصورة صلاح وكتب الوجه المشرق للرياضة. فطبعا حاجة جميلة جدا، وكانت لقطة لطيفة جدا، كل محبي وكل عشاق يعني محمد صلاح كانوا الحقيقة امبارح في حالة نشوة بعد التاتش البسيط ده، بس فعلا حاجات رفيعة بس يعني بتفسر لك ان على رغم البعد المسافات، لكن اللي في القلب في القلب، واللعيبه الكبار دي نوع مشاعرهم ونفسياتهم تجاه بعض. انا بتفق معاك جدا، لمسه كانت اكتر من رائعه، وانا هتكلم هنا تحديدا كمان على لعيبه الاهلي، وفكره هنا الواحد مش بس بينتمي لنادي، هو بينتمي لنادي وفي نفس الوقت بيحس بتقدير من هذا النادي، واعتقد دي اكبر رساله كانت وجهتها عشان تعبر عن اللي احنا بنقوله ده النادي الاهلي واللي دايما بيعمله علشان اي لاعب ليه، فانا اعتقد دي حاجه او دي روح موجوده، ويمكن كمان في قناه الاهلي الروح دي موجوده، فاي شيء بينتمي للأهلي أعتقد الروح دي فيه أو موجودة فعلا عنده. خلينا بقى نروح مع حضراتكم برضو للقطة مهمة، والصورة هنا بيقولوا بألف كلمة ورسالة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارك قدامى لاعبي الكاراتيه الرواد التدريب الأسبوعي بتاعهم، وأعرب هنا وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستعادة ذكرياته مع الكاراتيه عن المشاركة دي وعن رواد كمان الكاراتيه. الصورة كانت جميلة جدا وأنا عجبتني بصراحة، يعني على فكرة أقول لك على حاجة يا كريم، إحنا مش متعودين نشوف وزراء
يعني قدامنا كده زينا، يعني عارف انت اللقطة طبيعية، وزير يعني انسان طبيعي في الاخر شايفه معاك. يعني فاكر الصورة القديمة كنا بنحس بحاجة تانية. لا كانت طبعا. انا حابة جدا الفكرة دلوقتي والروح اللي موجودة عند الوزراء وكمان القرب اللي موجود للشعب، وما بقاش في قصة هنا حاجز ما بين الحكومة والشعب. لا احنا كلنا حاسين ان احنا كيان واحد، كلنا بنهدف في الاخر ان احنا عايزين نطور من هذا البلد. فاعتقد دي كلها لمسات حلوه جدا. لا وفكره ان يبقى سيد وزير الشباب والرياضه شكله رياضي. أيوة. ممارس للرياضه لياقته وشاب يا جماعه، يعني فاهمه دي حد ذاتها برضه الرياضه زمان حاجه لطيفه يعني. خلينا ناخد على التليفون كابتن خالد جاد المولى رئيس اللجنه العلميه والتخطيط في اتحاد الكاراتيه. يا كابتن خالد انا بصبح على حضرتك، صباح الفل. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. أهلاً. انا هعلق باللقطه او الصوره اللي لو حضرتك بتتابعنا دلوقتي وشايفنا، طبعا صوره سياده الوزير واستعدته لذكرياته مع رواد الكاراتيه، وكانت اعتقد لمسه جميله جدا لها انعكاس ايضا يعني في النفوس. فخلينا نبدا من النقطه دي مع حضرتك. هو سيادة الوزير لما جه يعني يمكن اللي معاه مدينه تايم يبقى موجود معانا في الملعب، فهو قال لهم لا الوقت اللي مفتوح ومفيش اي حاجه. هو لما حتى بيقول لي انا شعوري وانا لابس البدله شعور تاني من عمر ما لبستهاش، فبالتالي انا ايه شعوري في وسطكم حاجه تانية خالص. بالظبط. طبعا بالزبط. هو وكابتن عطف اباظه جنبه وقدامه، وانا كنت معاه وكابتن صلاح الغزالي، فالشعور بتاعه ان هو رجع. هو كان لاعب كويس جدا وكان وصل حكم درجه اولى ومسك منطقه الجيزه فتره كويسه، وشارك برضه في اداره الكاراتيه في نادي الزمالك. فمن الله يعني هو مش 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 مجرد انه لاعب او كده، فدي حاجه طبعا جيده جدا لما يكون موجود عندنا وزير له صوره جيده وله اداء في حتى في اللعب. يعني كان عنده سبيريت وكان عنده روح عاليه جدا وهو بيلعب معانا. لا هي لقطة جميلة بصراحة، أعتقد كل الناس اللي شافت الصورة يعني كانت سعيدة بأن هي بتشوف كمان وزير يعني معانا. وزي ما كنت لسه أنا بتكلم أنا وكريم، يعني مش حاسين أن في فعلا حاجز، فدي أعتقد لفتة جميلة جدا. طيب أنا أروح مع حضرتك هنا، لأن احنا بنتكلم أو الخبر بيتحدث عن عودة مرة أخرى أو التدريبات الأسبوعية، فخلينا نتكلم هنا بقى عن الكاراتيه أكتر والفترة المقبلة والبطولات اللي جاية. تفضل يا فندم. هو يعني تاريخ الاتحاد المصري الكاراتيه تاريخه كبير جدا وكويس جدا، وفي الفتره الاخيره من حوالي يمكن 12 13 14 سنه يعني احنا متربعين على بطولات العالم، والدوره دي اخذوا اول عالم ناشئين وشباب، و يعني كانت حاجه جميله ان مصر تتربع على هذا العرش بالنسبه للرياضه العالميه. وتاريخنا كبير جدا فيها، والفترة الجاية إن شاء الله إحنا عندنا جيانا فاروق طبعا في الأولمبيات تأهلت إنها تخش أولمبيات، وعندنا لاعبين تانيين بيعدوهم دلوقتي رئيس الاتحاد كابتن محمد ضهراوي بيعدوهم للفترة المقبلة، ولهم معسكراتهم ولهم جداول شغالين عليها، وإن شاء الله بإذن الله الفترة الاحترازية بس تعدي ويبدأوا. هم دلوقتي شغالين فتنس وشغالين أداء بالنسبة للإعداد المهاري، لكن إن شاء الله يبقوا في الفترة المقبلة لهم حاجه كويسه، وان شاء الله تبقى دي جيانا تبقى كتاريخ اول لاعبه افريقيه تشارك في الاولمبيات، ونتمنى انها تكون اول لاعبه افريقيه تشارك في الاولمبيات وتاخد ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب خليني يا كابتن خالد برضه اروح مع حضرتك اكتر للناشئين. يعني هنا بنتكلم برضو عن ان الناشئين دول هم ابطال المستقبل في هذه اللعبه او في اي لعبه عامه، فازاي برضو بيكون هنا التدريب وفكره برضو الفتره بتاعه الحظر اللي احنا كلنا شاهدناها ويمكن اثرت بشكل برضو مباشر او حتى غير مباشر على اداء الناشئين واداء اللعيبه عامه. هم الناشئين يعني احنا دايما بنعمل في اتحاد الكاراتيه اكتر من صف يبقى متواجد بالنسبه للمنتخبات القوميه. يعني دايما بيتاخد من كل ايفنت بياخد اربع لاعبين عشان يبقوا لفترات طويله. يعني جيانا فاروق معانا وهي سنها 14 سنه، والاستاب بتاع اللي هو الدرجه الاولى اللي هم ابطال العالم برضو دول برضو موجودين معانا، هم سنهم 14 سنه. يعني الكلام ده من 12 سنه. فهم بنعمل صف اول وثاني وثالث ورابع. الناشئين والشباب
احنا عندنا القاعده في مصر بالنسبه للكاراتيه قاعده واسعه جدا، فيها حدود مليون لاعب بيمارسوا اللعبه، عدد ضخم جدا من الناشئين. بصراحه انا بحيي اولياء الامور لاهتمامهم البالغ باللاعبين واهتمام الدوله بيهم برضو ان بيدوها، يعني لدرجه ان رئيس الجمهوريه بيهتم، احنا بنسمعه اللي هو بيهتم جدا بالكاراتيه ان هو شايف الكاراتيه في كل المؤسسات بتاعت الدوله، الشرطه والعسكريه والحربيه كل اطار وفي الجامعات وكل شيء، فاحنا عندنا القاعده كبيره جدا، فبيطلع منها عدد كبير جدا من اللاعبين بالنسبه للناشئين دول والستاف اللي احنا بنقدر نعتمد عليه وناخد منه الاعداد الجيد بالنسبه للاعبين اللي هم الفرس اللي نقدر نمثل بيهم مصر. كل التوفيق كابتن خالد، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا التليفون كابتن خالد جاد المولى، شكرا لحضرتك. ايه مستني اعرف نهايه الحوار حصل ولا لا، انا تخيلت الحوار خلص لقيت ان الموضوع مستمر وانت بشوف الدنيا هم ايه. هم عايزين نشوف كده بس، لان انت عارف هي رياضه برضو الى حد ما زي ما كابتن خالد كان بيتحدث ان هي رياضه احنا عاملين فيها رانكينجز او يعني عندنا فيها مستوى يعني كويس جدا حول العالم، بنتكلم على الكاراتيه، لا احنا في من اللعبه دي ناجحين على مستوى العالم بشكل كبير وعندنا ابطال كتير، فده اللي احنا بنتكلم بشانه. يعني فكره تدعيم الرياضه من حيث المبدا فكره لطيفه جدا، فكره ان يبقى في توجه عام من الدوله من الحكومه والقائمين عليها بان الشعب ده هيمارس رياضه، هيمارس رياضه هتبقى صحته كويسه، هتبقى صحته كويسه، دي بحد ذاتها حاجه لطيفه جدا. طيب خلونا بقى نروح نتعرف اكتر على اخر الاخبار واخر مستجدات النادي الاهلي مع مراسلنا العزيز محمد توفيق من اهلي الجزيره. صباح الفل عليك واهلا بيك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، برحب بيكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي ومعاكم من اهل النادي الاهلي بالجزيره عشان نشوف ونعرف اخر الاخبار. يعني يمكن بنبتدي بالجغرافيا كده، ومع اقتراب رحيل فصل الصيف وقدوم فصل الخريف، لكن الجو دايما باذن الله ربيع في النادي الاهلي. كان درجه الحراره حالا دلوقتي 30 درجه مئويه، نسبه الرطوبه 37%، سرعه الرياح 23 كيلو في الساعه. يعني بنقول كمان الكثافه داخل النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع، يمكن معظم الحضور من كبار السن اللي كانوا حريصين على تناول وجبه الافطار وتناول وتجاذب اطراف الحديث هنا سواء في المبنى الاجتماعي او في الحديقه المقابله للنادي الاجتماعي، وكمان الاسر اللي موجوده بجوار حمام السباحه لمتابعه تدريبات ابنائها سواء على حمام السباحه او في الصاله المغطاه. كان في تدريب للبراعم مواليد 2005 2006 2007 و2008، ان شاء الله نتوقع يبقوا نجوم المستقبل في النادي الاهلي. يمكن لو هنتكلم كمان على الاعضاء اللي لسه في البيت بيتفرجوا علينا بنقول لهم يعني تعالوا النادي الاهلي، السيوله المريه في الشوارع المحيطه بالنادي كلها كويسه، يمكن هتوصلوا في وقت كويس جدا للنادي، الاجواء في النادي كويسه جدا، اكيد هيفوتكم كتير لو ما كنتوش موجودين في النادي الاهلي النهارده في ظل الاجواء الرائعه دي. طالما اتكلمنا عن الجغرافيا نتكلم عن التاريخ، ويمكن في حضره تمثال الراحل العظيم من خلفنا صالح سليم احتفل النادي الاهلي واعضائه وجماهيره اول امس 11 سبتمبر بالذكرى 90 لمولد الراحل العظيم الكابتن المايسترو صالح سليم، بنتمنى له الرحمه ويا رب كل محبينه يسيروا على مبادئه وعلى خطاه. فيما يتعلق بالاحداث الجاريه، يمكن الحدث الابرز في النادي الاهلي ويمكن اللي استحوذ على يعني معظم الاحاديث هنا بين الاعضاء، ده ما فيش شغل شاغل غير هو في الموضوع دوت، هو اللفته الطيبه اللي عملها نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. يعني امبارح مؤازرته المؤمن زكريا ومساندته ليه بعد احرازه للهدف الثالث ليه هاتريك امبارح بنبارك له، يمكن احتفل بنفس طريقه مؤمن زكريا واشار بالرقم 8 اللي مؤمن زكريا بيرتديه في النادي الاهلي. يمكن مصر كلها بتفخر بمحمد صلاح، ومش غريبه على محمد صلاح ولا جديده عليه المواقف الانسانيه اللي بيعملها خاصه مع زميل ملاعب زي مؤمن زكريا اللي بندعي له كلنا يا رب بالشفاء وتجاوز المحنه اللي هو فيها الصحيه. يمكن كمان حساب النادي الاهلي الرسمي على تويتر اشاد بموقف صلاح امبارح وغرد على حساب النادي الاهلي بقوله محمد صلاح هو الوجهه المشرقه للرياضه المصريه. ويمكن كمان يمكن حديث العالم كله امبارح كان على مؤمن زكريا اللي الناس كلها كانت بتبحث عن سر احتفال محمد صلاح بهذه الطريقه، فحساب ليفربول الرسمي كتب وغرد ان محمد صلاح بيؤازر زميله في المنتخب المصري لاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا، ويمكن عمل منشن لمؤمن زكريا اللي بقى حديث العالم يا رب بندعي له كلنا بالشفاء ومنتظرين مواقف جيده من كل المحترفين المصريين مش بس محمد صلاح. يمكن على بقى سبيل اخر الاخبار داخل النادي الاهلي هنا، يمكن عقد بالامس العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اجتماع مع مدير الفروع الثلاثه بمقرات النادي الاهلي هنا في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. يمكن الاجتماع تطرق ان
العميد مرجان طرح الرؤيه المستقبليه او الخطه في الفتره القادمه والاستراتيجيه اللي هيشتغل بها الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي تزامنا مع عوده الحياه لطبيعتها وبدء استقبال النادي الاهلي لاعضائه بكامل طاقته الاستيعابيه. كمان تم في الاجتماع مناقشه التقارير اللي جابها مدير الفروع الثلاثه معاهم عن الاجراءات الاحترازيه والاجراءات اللي اتبعت الفتره اللي فاتت لمواجهه فيروس كورونا داخل النادي الاهلي بفروعه الثلاثه. كمان اكد العميد مرجان بعد انتهاء الاجتماع ان في ضوء رؤيه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب في اجتماعات بتتم بطريقه دوريه ومتقاربه في المواعيد لمتابعه دايما اي حدث طارئ داخل النادي الاهلي. وكمان تاكيد للمجلس الاداره على حرصه على تلقي مقترحات الاعضاء وحل اي مشكله بتظهر بشكل سريع. كمان يمكن النهارده الاداره الهندسيه في النادي الاهلي استغلت فرصه ان فريق الكوره موجود في معسكر برج العرب وعمل صيانه دوريه للملعب. يمكن الملعب كان في بعض من تتابع التدريبات ما فيش اجازات الفتره اللي فاتت، فالاداره الهندسيه النهارده بتجري الصيانه في ملعب مختار التتش هنا بالجزيره ان شاء الله عشان يكون جاهز لاستقبال الفريق بعد عودته من الاسكندريه. نروح بقى لاخبار الفرق الرياضيه ونبدا بفريق كره القدم. الفريق الاول للنادي الاهلي، يمكن الفريق زي ما شفنا المباراه الماضيه امام الاسماعيلي اول امس الفوز بنتيجه كبيره 3-0، الوصول للنقطه 71، الاقتراب من التتويج باللقب الثاني وال40. يمكن ان شاء الله الفريق النهارده في معسكره ببرج العرب بيؤدي المران الاساسي، هيبقى على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب اللي هيحتضن المباراه ان شاء الله في تمام الثامنه والنصف بين الاهلي والاتحاد في اطار مباريات الاسبوع 27. ان شاء الله تكلل مجهودات اللاعبين والجهاز الفني ونفرح جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالفوز ان شاء الله على الاتحاد والوصول للنقطه 74 وتكون نقطه التتويج بالدوري واللقب الثاني وال40 ليعود لقب الدوري او درع الدوري زي ما بنقول لمكانه المفضل بالنادي الاهلي بالجزيره. نروح كمان لفريق تنس الطاوله رجال امبارح اللي فاز بالدوره المجمعه الاولى واللي اقيمت بالاسماعيليه واختتمت فعالياتها بالامس. يمكن النادي الاهلي لعب 7 مباريات، ال7 مباريات كلهم النادي الاهلي فاز بنتيجه واحده هي 3-0. النادي الاهلي ما خسرش ولا شوط طوال الدوره، فاز على طنطا والمعادي وحوار المنصوره وسبورتنج. وكمان في اخر في الختام امبارح كانت ظهرا كان في مباراه امام نادي الزمالك والنادي الاهلي احرز فيها الفوز بثلاثه اشواط كامله مقابل لا شيء للزمالك. وفي المساء في مساء امس فاز على انبي بنفس النتيجه 3-0. يمكن كان نجوم الاهلي في الدوره المجمعه الاولى هو سيد لاشين ومحمد البالي ومحمد شومان نجوم النادي الاهلي. نروح من تنس الطاوله وفريق الكره الطائره الماسترز زي ما بيطلق عليهم، يعني فريق الكره الطائره اول امس نجح في التتويج باللقب الثاني والثلاثين والثالث على التوالي للدوري المصري للكره الطائره. كابتن محمود الخطيب كان حريص على تهنئه الفريق والاشاده بروحهم العاليه سواء داخل الملعب خاصه بعد توقف فتره كبيره. الفريق كالعاده هو بطل كرة الطائرة في مصر فريق النادي الأهلي، ويمكن كمان يمكن زي ما بنقول ده اللقب ال31 للاعبنا الكبير أحمد صلاح. يعني أحمد صلاح أحرز بمفرده مع النادي الأهلي 31 بطولة، 10 بطولات للدوري، 10 بطولات للكأس، 6 بطولات إفريقية وخمس بطولات عربية، وده أعتقد رقم صعب جدا أحد ينافس أحمد صلاح عليه، خاصة أن أحمد صلاح كمان في جعبته 51 لقب من الباقيين بقى مع المنتخب وفي رحلة احترافه في تركيا أو في الهلال السعودي. يتبقى للفريق مباراة أخيرة إن شاء الله بكرة في 6 مساء أمام نادي الزمالك على الصالة المغطاة لاستاد المقاولين العرب. نروح لفريق أنسات كرة اليد والامبارح حقق فوز بنتيجة 26-20 أمام سبورتنج، ويتبقى له مباراة أخيرة إن شاء الله يوم الثلاثاء أمام الشمس اللي إن شاء الله تكون تحقيق الفوز بها كفيل بتحقيق بطولة الدوري للنادي الأهلي بقيادة كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق. دي كانت أبرز أخبارنا وكواليسنا هنا في داخل النادي الأهلي بالجزيرة. الكلمة ليك كريم. احنا بنشكرك زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. ونطلع فاصل، يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نكمل معاكم سلسله اخبارنا وسلسله فقراتنا. حقق الفرنسي الكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال الانجليزي رقم تاريخي خلال مباراه فريقه امام مضيفه فولهام في افتتاح منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم او البريمير ليج، وافتتح النجم الفرنسي باب التسجيل في الدقيقه 8 من اللقاء ليصبح اول لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في البريمير ليج في موسمين. ده طبعا بعد الهدف اللي كان سجله في شباك ليستر سيتي في المباراه الافتتاحيه لموسم 2017-2018. طبعا المباراه انتهت بفوز فريقه بثلاثيه نظيفه. تعالوا نروح مع حضراتكم بعد كده. تمكن البطل الروسي سيرجي اغانيان من جر طائره بتزن هنا
16 طنا لمسافة 35.4 متر ده خلال دقيقة واحدة و30 ثانية. ونجح كمان في تحدي الأقيم في مطار مدينة قازان، وسجل هنا اللاعب رقم قياسي جديد على الصعيدين المحلي في روسيا وكمان في العالم، وقال أنه استعد لهذا التحدي لعامين كاملين، وبيشتهر اللاعب بتحقيق العديد من الأرقام القياسية في هذا النوع من التحديات. حاجة برضو يعني مرعبة الصراحة، إيه المنظر ده؟ مش مجرد مرعبة، ده لما بس جاي من بره وجايب معاك كيسين شنطة فيها شوية خضار ولا باب الطيارة بقفله بالعافية. طيب، بتاريخ النهارده 13 سبتمبر دايما بيكون في احداث، يعني كل يوم من الايام، مش النهارده بالتحديد بس كل يوم بيوافق ذكرى حدث ما، مباراه ما، بطوله ما، ذكرى ميلاد احد اللاعبين، ذكرى وفاه احد اللاعبين. تعالوا نشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير النهارده تاريخ النهارده بيوافق ايه بالظبط. اتفضل. طيب نروح بقى لأهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة مع هنا زميلتنا نورهان طمان مراسلة قناة الأهلي. يا نورهان صباح الخير عليك. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع لنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسبوع الثلاثة الأخيرة في الدوري في توقيت واحد. قررت اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني إقامة الثلاث أسابيع الأخيرة من بطولة الدوري العام كل المباريات في توقيت واحد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وده طبعا علشان تحديد الفرق الهبوط وكمان فرق المربع الذهبي بدون يعني ما في مباراة تأثر نتيجتها على المباراة الثانية. ومن موقع يلا كورة، توهج المحترفين، هاتريك صلاح وتألق النني وبطولة كوكا. بالأمس طبعا شاهدنا يوم حافل للاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية المختلفة، ذكرها موقع يلا كورة في تقريره صباح اليوم، واللي قال أنه في توهج كبير جدا للاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها طبعا فوز وتحقيق محمد صلاح لأرقام قياسية كبيرة جدا أمام ليدز في افتتاحية البريمير ليج امبارح، بعد ما قاد فريقه للفوز بأربع أهداف مقابل ثلاثة وسجل هاتريك في مباراة أمس. كمان حقق أحمد حسن كوكا نجم فريق أولمبياكوس اليوناني لقب كأس اليونان بعد فوز فريقه في المباراة النهائية بهدف دون رد على نظيره أياك أثينا. كمان اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا قاد فريقه في الفوز على نادي مانشستر يونايتد بهدف دون رد امبارح في ختام المباريات الودية. كمان محمد النني نجم فريق أرسنال يعني شهد أداءه تفوق كبير جدا وإمكانيات فنية عالية قدمها اللاعب في مباراة أمس أمام فولهام واللي فاز فيها فريق أرسنال بثلاث أهداف دون رد. ومن موقع مصراوي، الأهلي يرد على ليفربول بعد لفتة صلاح تجاه مؤمن زكريا. بعد أن احتفل نجم منتخب مصر وفريق ليفربول على طريقة مؤمن زكريا امبارح بعد تسجيله الهدف الثالث، نجمنا محمد صلاح امبارح كمان في لفتة إنسانية أثارت يعني إعجاب الكثيرين جدا من متابعي ورواد السوشيال ميديا سواء في مصر أو في العالم كله. وكمان كتب الحساب الرسمي لليفربول تعليقا على احتفال محمد صلاح امبارح: صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي مؤمن زكريا
الذي يمر بأزمة صحية في الأونة الأخيرة ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة المؤمن وستعود أقوى. وعلى الناحية الثانية، الحساب الرسمي للنادي الأهلي رد على ليفربول ورد على احتفال محمد صلاح بصورة تجمع الثنائي مؤمن زكريا ومحمد صلاح، معلقا الوجه المشرق للرياضة المصرية. كمان هاتريك محمد صلاح كان طبعا حديث الصحف العالمية، ولكن خلينا نروح لموقع في الجول. 6 أرقام حققها محمد صلاح بعد الهاتريك أمام ليدز. هنذكر 6 أرقام قياسية لمحمد صلاح حققها امبارح بهاتريك اللي حققه امبارح في شباك ليدز. وكان أول الأرقام القياسية أنه صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق أهداف في افتتاحية الدوري الإنجليزي لأربع مواسم متتالية. الرقم القياسي الثاني انه الهاتريك بتاع محمد صلاح امبارح هو كان الثالث ليه بقميص ليفربول بعد ما انضم للفريق الإنجليزي في عام 2017. ثالث الأرقام القياسية أنه صلاح أصبح اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل هاتريك بقميص ليفربول في الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي. والرقم القياسي الرابع، صلاح يكسر حاجز 50 هدف على ملعب أنفيلد ليصبح اللاعب الرابع لفريق ليفربول اللي حقق الرقم ده. كمان محمد صلاح أصبح تاني لاعب أفريقي يسجل في هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي. وبوصول محمد صلاح امبارح للهدف 97 اقترب من الدخول لنادي 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي. وعلى الصعيد العربي، من موقع البطولة المغربي، تقدم في مفاوضات الوداد مع أيوب الكعبي. ذكر موقع البطولة المغربي أن إدارة الوداد المغربي تقدمت في مفاوضاتها لضم اللاعب أيوب الكعبي في الفترة المقبلة، بعد طبعا ما اللاعب فسخ تعاقده مع نادي هيبي 14 الصيني. وكمان لسه حتى الآن ما فيش أخبار رسمية عن اقتراب اللاعب بشكل رسمي لفريق الوداد، ولكنه هو الفريق الأقرب حتى الآن في ضم اللاعب. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نورهان بنشكرك جدا، زميلتنا العزيزة نورهان طمان. وآخر الأخبار الرياضية والصحف في المواقع المحلية والعربية أطلعتينا عليها، نشكرك جدا. ونورهان بتكلمنا على الأخبار المتعلقة بمؤمن زكريا، سرحت كده للحظة وبعدين اللي جه على بالي أكدهولي مخرجنا إبراهيم طمان، إن أنا في الخبر اللي كنت بقول لحضراتكم عليه من شوية المتعلق باللقطة الجميلة اللي عملها محمد صلاح احتفاء واحتفالا بمؤمن زكريا، بدل ما اقول مؤمن زكريا قلت مؤمن سليمان، فمعلش سامحوني بس العمليه في بيتها يعني. طيب تعالوا بقى نروح لخبر ثاني وفي سكه مختلفه تماما. تغلب الملاكم الروسي سيرجي خاريتينوف على منافسه البريطاني داني ويليامز بالضربه القاضيه ضمن البطوله اللي اقيمت في موسكو. وبعد طبعا ما كانت بدايه الجوله الاولى نقدر نقول من خلالها ان تمكن الملاكم الروسي من اسقاط منافسه ارضا بعد سلسله من اللكمات القويه. يذكر ان ويليامز البالغ حاليا 47 سنة تمكن من التغلب على أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون بالضربة الفنية القاضية في نزال شهير جمعهم عام 2004. طيب احنا دايما بنحب نجيب لحضراتكم برضو بعض الاحداث الرياضيه اللي بتكون عامله ضجه على السوشيال ميديا بالذات، لان في هنا تداول كان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو جرت احداثه في احدى مباريات هنا، المباريات الدوري البولندي لكره القدم. اللي حصل هنا بقى ايه؟ حارس المرمى ترك مكانه لاحد زملائه اللاعبين ووقف حائط سد، وقف مع حائط السد ده مفروض يعني وجهه نظره كانت في خطه دفاعيه جديده في عالم هنا بقى الكرة عشان يتصدى للركلة الحرة الثابتة اللي حصل عليها المنافس. الخطة دي بصراحة أثبتت فشلها سريعا كمان، خلينا نقول بعد أن عجز هنا الحارس عن إبعاد الكرة عن مرمى بإيده وهو وقف ضمن حائط السد. ولكن هنا هنقول لحسن الحظ بقى أبعادها أحد لاعبي فريقه اللي واقف على خط المرمى كان برأسه في اللحظة الأخيرة ومنعها أن هي تخش يعني جول. يعني أتمنى أنه ما يكررهاش تاني. لفتة غريبة جداً. حركة غريبة جدا. طيب تعالوا بقى نروح نشوف مع كل حضراتكم فيديو جراف عن أغرب الرياضات حول العالم. تفضل.
طيب هنروح بقى لتمارين الرياضية اليومية مع كابتن أحمد عوض مدير الجيم بالنادي الأهلي بالجزيرة، وبعد التقرير ده هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم بقى وأولى فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. صباح النشاط، صباح الامل عليك كريم تنهاند وعلى جمهور النادي الاهلي ومشاهدين قناه الاهلي جميعا. النهارده هنتكلم على حاجات من اللي بتقابلنا دايما، او الحاجات المشاكل اللي بتقابلنا من كتر عادات السيئه، زي اللي بربع ايدي كتير، زي اللي بتشيل شنطه بايد، او زي الناس اللي بتلعب العاب زي الهاند بول او الفولي اللي فيها ممكن تعمل اصابات او انحراف قوام، احنا بنسميها بالعربي انحراف قوام. انحراف قوام اللي بيحصل كالاتي، اللي هو الراوند شولدر، كتفي بتلف لقدام من كتر ما انا بربع ايدي، دي بتعمل لي مشاكل في المستقبل في الفقرات بتاعت الظهر وفي الكتف، زي لعيبه التنس او السكواش، او زي اللي بتشيل شنطه دايما على كتفها اليمين وسايبه الكتف الشمال، فبتبقى عندها حاجه اسمها سكليوسس كتف وكتف، دي بتعمل مشكله. وزي الناس اللي بيبقى عندها بطن دايما باستمرار بتلاقي عندها حاجه اسمها تقعر، اللي هو اللوردوسس. دي المشاكل دايما بتقابلنا من قعده المكتب، من السواقه الغلط، من القعده الغلط، من شيل شنطه لمده طويله، من لعبه ما بتمرنش العضلات المقابله ليها، فبتعمل لي مشاكل في الانحراف القوام بتاعي، بيغير شكل الجسم ذات نفسه. ممكن ما يبقاش فيها اصابه معينه او الم معين، بس بتعمل مشكله عندي في المستقبل. ازاي بقى اعالج الموضوع ده؟ اولا ابطل العادات السيئه، اللي هو لو بربع ايدي ابطل، ده اهم حاجه، ابطل العادات السيئه، دي اهم نقطه بالنسبه لي. طيب غير كده هبتدي اشتغل، مثلا هنقول حاجه حاجه ونعالجها ازاي. موضوع التقعر ده او موضوع ان انا الكتف يرمي لقدام، مهم عندي ان اقوي العضلات اللي ورا واعمل اطاله للعضلات اللي قدام. ازاي اقوي العضلات اللي ورا؟ زي مثلا لو انا بروح جيم استخدم الجهاز ده وانزل كده عشان اقوي العضلات اللي ايه؟ الخلفيه اللي ورا، معاها اقوي عضلات الكتف. لو انا في البيت مثلا ممكن امسك ازازتين ميه اشتغل بيها اي حاجه فيها مقاومه عشان اقوي العضلات بتاعت الكتف. المهم ان ظهري ما يبقاش مقوس وانا شغال، لا ظهري مفرود، ايديا تحت، كتفي، كوعي لقدام كده، انا بقوي العضلات الخلفيه في موضوع الكتف لما يطلع لقدام. اللي معاها ومهم جدا والاهم ان انا قوي اللي ورا، ان انا اعمل اطاله للعضله اللي قدام، لان هي قصرت من كتر ما كتفي لقدام. ازاي اعمل لها اطاله؟ واحد، ان انا امسك حاجه زي كده وانزل براسي لتحت واثبت 20 ثانيه. دي رقم واحد. رقم اثنين، ثبت كتف وازق لقدام. كده انا بعمل اطاله للعضله اللي قدام دي عشان ارجع كتفي لورا. ثانية، كده انا قويت اللي ورا وشديت العضله دي عشان اطولها عشان ارجع كتفي تاني من كتر العضله السيئه لورا. نخش على الحركه اللي بعدها، هي موضوع تقاعر القطني، اللي هو بيجي دايما الناس اللي عندها بطن وبعد كده تخس، بس يفضل وسطها نازل لورا ده وبيضغط على الفقرات القطنيه اللي ورا. مهم بالنسبه لي اعمل استرتشات لاربع عضلات أو إطالة أربع عضلات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لأن الأربعة دول مربوطين ببعض فبيقصروا، بيضغطوا على الفقرة دي فيخليك عامل كده. طيب، ده واحد استرتش دي. اثنين، أثبت بقى على الأرض وأعمل استرتش دي. ثلاثة، ده استرتش للإليا. اوكي، أربعة ستريتش قطنية اللي ورا. احنا هنا في التقاعر القطني اللي ورا ده عملنا الاستريتشات بتاعت العضلات اللي ورا. طيب ازاي نقوي العضلات اللي قدام؟ لازم اقوي العضلات بتاعت البطن اللي تحت اللي هنا. عشان ارجع اجيب وسطي تاني من بعد ما رجع لورا كده تقاعر، اجيبه لقدام.
واتخلص من العاده السيئه ان انا لما اقعد لازم اقعد في عرق ظهري، واقف مرميش بطني لقدام، لا اشد بطني لورا، ودايما دايما دايما شد بطني لجوه. هتخس سنتي كل شهر لوحدها، دي نصيحه ملهاش دعوه بالموضوع، بس طول ما انا شادد بطني لجوه سنتي لوحدها من غير تمرين. اخر حاجه ودي مهمه جدا اللي هي الاسكليوسس، ان هو عندي كتف وكتف، ده ناتج من الشنطه، من لعيب التنس او السكواش، من كتر ما بيحرك جنب واحد بيحصل له الاسكليوسس كتف وكتف. طيب لو انا عندي الكتف ده اللي عالي الكتف ده اللي تحت، ركز قوي في الموضوع ده، ابتدي اول العضلات اللي هنا واعمل استرتشات للعضلات اللي هنا، زي مقاومه عشان اقوي دي، اشتغل ايد واحده من هنا عشان اقوي العضلات اللي هادي، واول العضلات اللي فوق الناحيه دي العكس، زي عشان هي ترفع كتفي التاني لفوق، تمام، واعمل استرتشنج اطاله للكتف العكسي عشان انزله لتحت، بعد كده اعمل اطاله العضله العكسيه الناحيه الثانيه كده. انا طولت دي عشان ارفع كتفي ده اخليه يعمل البالانس او التوازن مع الكتف ده. الاهم بقى لو انا بشيل شنطه كتير في الجنب ده ابدل، خارج اشيلها هنا، راجع اشيلها هنا، عشان اعمل بالانس او توازن في العضلات اللي شغاله في جسمي، عشان كده بشغل عضلات اكبر من العضلات. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الضيف اللي معانا النهارده في الفقره دي هنتعامل معاه بشكل استثنائي، بمعنى ان احنا هنساله اسئله حب يجاوب عليها يبقى لذيذ منه، ما هيش عايز يجاوب محدش ينفع يزعله، يعني تحت اي ضغط باي شكل من الاشكال ما ينفعش حد يزعله. فمعانا لاعب كمال اجسام حائز على ذهبيه كاس العالم لكمال الاجسام وزن ثقيل فوق ال 100 كيلو جرام، وكاس افضل لاعب في البطوله رقم 68 واللي اقيمت في البرازيل، وهي البطوله اللي حصلت فيها مصر على 5 ميداليات ذهبيه وثلاث ميداليات فضيه وثلاث ميداليات برونزيه، والحقيقه ليه تاريخ مشرف جدا مع حصد البطولات. نجمنا وبطلنا هو عطيه شعلان، صباح الفل عليك ومنور الدنيا، اهلا بيك. كابتن عطيه صباح الخير، وانا زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الهوا، يعني حضرتك شبه اللي هو البطل العالمي ذا روك جدا، وقلت لي ان هو في المانيا كانوا بيفتكروك تقريبا هو. طيب هبدا مع حضرتك في الجانب، يعني فكره كمال الاجسام، يعني احنا اكيد الشيب ده جه بعد سنين وتدريبات. ابتديت حضرتك سنك كام واشمعنى كمال الاجسام؟ وكان في رياضه قبل كده؟ يعني عايزين نسمع البدايه بالظبط. هقول انا كنت الاول بلعب كوره، بس طبعا ما كنتش منتمي لاي نادي يعني. تمام. فكنت قوي جدا، فحصلت مشكله كنا بنلعب وبتاع، فشوت الكوره فجات في ولد اغمى عليه من الظهر لحد العصر من قوه ال كده، ربنا ستر على اللعيبه. ما كملتش في الكوره. فقلت لا، فانا بدات كمال الاجسام وانا 16 سنه او 16 سنه وشويه. في نفس السنه مرت حوالي 6 شهور. طبعا اللي شافني يعتبر المدرب بتاعي هو اللي اكتشفني، الكابتن ايمن العشري من عندنا من مركز شبرخيط. شافني والله من اول ما شافني كده قال لي فرجني كده، بعد ما شافني قال لي انت هتبقى بطل العالم. فبصيت له كده فكرت، قال لي انا هي كلمه واحده، انت هتبقى بطل العالم، وعمل لي كده وما اتكلمش تاني. كان وقتها عندك كام سنه؟ 16 ونص. اوكي. في نفس السنه بعد 6 شهور تدريب خدت اول بحيره، اول جمهوريه،
طلعت على بطولة 19 سنة طبعا، ده تحت 17 سنة. في نفس السنة منتخب البحيرة، طبعا بيبقى منتخبات هنا عندنا في الجمهورية يعني، منتخب البحيرة قال لي انت هتنافس مع بطولة 19 سنة. طلعت خدت اول بحيرة، تاني جمهورية كانت في أسيوط. نفس السنة شاركت مع بتوع ال 21 سنة، خدت تالت جمهورية، مش فاكر كانت في بورسعيد او حاجة كده يعني. فكمل هنا بقى طبعا ناس كتيرة قوي بقى، طبعا مشوار 20 سنة دلوقتي يعني، انا النهاردة بقى لي 20 سنة بتمرن. على مدار 20 سنة يعني تعرقلت كتير من ناس كتيرة جدا. ما هو ممكن الكلمة تحبطك لو انت ما انتش متأكد من نجاحك. المشوار طويل، واول عرب طب وبعدين، اول افريقي طب وبعدين، اول بحر متوسط طب هتوصل لايه؟ الله، كان في ناس بتقول كده يا بقى. دي ناس غريبه جدا طبعا والله. تالت عالم طب وخدت ايه؟ الله يعني انت والله تنافس الكواكب الثانيه مثلا. انا خلصت كوره في الدنيا كلها، اخلص على الزومبي بقى اللي في العالم عشان عشان اعجبه. بطل ابطال العالم ديت عملت فرقعه، ده طبعا كرم ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا اللي حصل كان. طب انت فاكر الماتش اللي هو مصر ما تأهلتش فيه لكاس الامم الافريقيه وبتاع؟ كان ساعتها كنت انا اول عالم وبطل الابطال، فالعمليه فرقعت يعني، مصائب قوم عند قوم فوائد. فالموضوع فرقع مش عشان البلد مهتميه بكمال الاجسام، لا، عشان فريق الكره خسر. انا عارف الكلام ده، فكان كرم من ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة الكلام عن البلد واهتمامها بكمال الاجسام، ملحوظ قوي التواجد المصري في المحافل العالميه في بطولات كمال الاجسام، يعني عندنا ابطال واسمائهم بتتردد بقدر كبير من الوقار والاحترام في كل حته في العالم. طبعا. ايه السر في كده؟ هل لان احنا مهتمين اكتر بالرياضه دي؟ هل عندنا تكوين المصريين بيساعد على التالق في الرياضه دي؟ جايه منين الحكايه؟ انت ما دخلتش الاهرامات او المعابد ما شفتش اجسام المصريين في الرسومات عامله ازاي؟ طبعا. احنا اللي اخترعنا كمال الاجسام، لازم العالم كله يبصم ويشهد بالكلام ده. ما شفتش مثلا الاله التحنيط مثلا، الحارس بتاع التحنيط دايما القوة بالظبط، قاسم مشترك. طبعا احنا الـ 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 الظروف الصعبة خلقت من البني آدم المصري راجل يقدر يعيش تحت أي ظرف، أي وفي أي حتة يعني. أي أنوبيس اللي هو عندنا في الـ في الـ بص لصورته، شوف السكس باكس بتاعته، شوف العضلات، شوف جسمه منحوت ازاي من 7000 سنة. وما شفناش ملك حتى على الجدران او حتى ملكة، ما عنده ما حدش كان عنده وخالص والله ما عندوش يعني، ما فيش حد عنده ترهلات وزن. صحيح. لا خالص. واحنا اللي اخترعنا الخمر، تخيل، الخمور المصريين القدماء هم اللي اخترعوه. طب ده موضوع تاني بقى، ده موضوع والله. لا، فاحنا مصر تستحق القعده حلوه حلوه خالص. هات كوبايه. مصر تستحق ان احنا نكون فخورين ان احنا عايشين على ارضها. بس ليه دايما المعاناه قاسم مشترك في حياه كتير جدا من ابطال العالم المصريين في كمال الاجسام؟ لازم تلاقي في تاتش معاناه صريح. والله انا يعني مش يعني انا على فكره انا لسه راجع من 4-5 شهور، كنت ريحت 4 سنين. اخر بطوله عالم لعبتها في اسبانيا في بينيدور، وبعد كده لما لقيتهم هم مديني ظهرهم قلت والله لا، مديهم ظهري خلاص، مش هتمرن تاني ومش هلعب للمنتخب تاني. واصلا ما بقاش في منتخب لكمال الاجسام، مشاكل، ووزير الشباب شايف شكاوي بتروح من الاتحاد عندنا ضد الاتحاد عندنا، وفي حاجه اسمها الجمعيه العموميه وما ينفعش رئيس الاتحاد ينشال عشان الجمعيه العموميه اللي كانت مش عارف 100 صوت وصفصفوها على 20 صوت، قصص كده وحكايات. احنا كلعيبه احنا ذنبنا ايه؟ مالناش ذنب. فذنبنا ايه؟ ان مثلا بتاع الجهاز المحاسبات يكتشف مثلا 1,200,000 في السنه مثلا عجز في الميزانيه، احنا ايه ذنبنا احنا كلاعبين؟ ايوه ده تشتيت طبعا. ليه يوقفوا مرتباتنا؟ انا كلاعب انا ذنبي. بس فكره ان في اصلاح لاي اوضاع مش مظبوطه حاصله، في الاخر بطبيعه الحال الموضوع ده هيصب بالخير او في مصلحه اللاعبين. لو كان في مثلا اموال موجهه لدعمهم ومش بتوصل بشكل كامل او مش بشكل مظبوط، التظبيط مطلوب في الحاله دي. والله احنا نتمنى ان المسؤولين اللي فوق خالص، يعني الدكتور اشرف صبحي مثلا، الدكتور اشرف صبحي يا دكتور اشرف يعني انجد اللاعبين. انا اوريدي محترف،
هجهز واروح العب باسم مصر برضو، بس ولا تحت بتاع يعني سقف منتخب ولا لا، انا هلعب باسم مصر عشان انا مصري وبحب مصر تمام، لكن مش عشان خاطر منتخب ومش عشان خاطر. فانا اتمنى ان الوضع يتحسن عشان خاطر الاجيال اللي طلع يكون لهم فرصه ان هم يظهروا. احنا عندنا افضل عناصر في كمال الاجسام في العالم عندنا هنا في مصر، نصر الصنباطي. ويمكن الصور دي حضرتك برضو تقول لنا عليهم لو في حد منهم. هقول لحضرتك حاجه عشان تبقى الناس بس فاهمه، ان انا من 2011 اللي بيصرف عليا اوروبا الشركات الاوروبيه، سابريور فروتين دي اوروبيه، وادي الفريق بتاعها اهوت. يعني هو لو قلب في الصور كده هقول لك وسند كذا، ده فهد ابني كبير ديت بطوله اوروبا المفتوحه الحمد لله. يعني الصوره اللي بعدها هيجيبها، لا مش دي الروك المصري ايوه ديت اهوت الحمد لله. يعني ما كانش في ادنى مقارنه ما بيني وما بين لاعبين اوروبا. انا نفسي اعرف تفصيله كده، وانتم مصطفين على خشبه المسرح يعني في كتل خرسانيه اللهم صل على النبي واقفه، الفروقات بتبان منين؟ يعني ايه مين اللي بيخلي اللاعب الفلاني ياخد المركز الاول واللي بعديه ياخد المركز الثاني، اذا كان شكلهم العام او وزنهم يكاد يكون متطابق؟ هو بص لو قعدت تدقق في الصور هتلاقي مثلا عضلاتي اكبر في الحجم اوكي، والعمق احنا كده زي ما احنا ولا ايه؟ حضراتكم مرة تانية، ومعلش كان كده عطل بسيط سريع صغير، ورجعنا حضراتكم مرة تانية ومعانا كابتن عطية شعلان بطل كمال الأجسام، وكنا بنتكلم عن بعض الصور وعن هذه الرياضة والبطولات اللي وصل لها والرانكينجز، وعايزين نسمع من حضرتك أكتر. يعني لو ننزل بالصور ممكن برضو مكان ما وقفنا نرجع بقى نكمل الصورة دي. دي إيه؟ دي كان اللقب العام في بطولة العالم والميدالية طبعا بتاعت بطل الابطال اللي هي الاوفر اول. دي طبعا قبل بطوله العالم تقريبا بحوالي 36 ساعه في الجيم في البرازيل. دي اليوم الاول اليوم بصلي على عمال اصلي على النبي على فكره في سري اقسم بالله من اول ما الصور نزلت الحاجات دي بتتنزل. انا كنت 124 كيلو، البادي فات تقريبا كان 3.5%. واو الباقي كله ماسلز يعني كلها عضلات. البادي فات 3.5 او 3. هو الطبيعي يبقى البادي فات بتتراوح من كام لكام عند بني ادم؟ لحد 25 7 لحد 27 طبيعي. اوكي لحد 30 طبيعي. اكتر من كده بقى حسب برضه الطول يعني. هنا طبعا كان جست بوزين في بطوله المانيا المفتوحه. طب ممكن اسال حضرتك سؤال كابتن عطيه، يعني هل الجسم ده بتوصلوا له بعد تدريبات شاقه وعدد ساعات معين، ولا بيبقى فيه مثلا بعض المكملات الغذائيه ما اعرفش البيلز اللي بتتاخد؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا في تمريني بما اني طبعا راجل فلاح يعني اكبر عن جد قاسي جدا جدا، يعني صعب جدا يعني انك تقف حتى تبص تتفرج مثلا وانا في التمرين. يعني السكوات مثلا السكوات بالبار مثلا كنت بوصل ل 300-310 فول سكوات، يعني البار الحديد في ال 310 والعب سكوات دي. والله انا بالنسبه لي سيفتي، بس ببقى خايف من حد كده انت عارف طبعا الحسد مذكور يعني. يعني حياة كامل مش مجرد بس لا 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 ده نظام في كل شيء. يعني يعني تفاصيل نمط الحياة المطلوب لأي حد عشان يوصل ما شاء الله للمستوى ده من البطولة والتميز. يعني هقول لحضرتك حاجة، لو جينا مسكنا الغدد مثلا، طبعا ربنا قال في القرآن وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ليه الليل لباسا؟ عشان الجسم يعمل ابديت. كل غده ليها ساعه معينه او ليها وقت معين من وقت الليل تعمل فيها ابديت. الغده النخاميه، الغده الدرقيه، الجردركيه، كل غده ليها وقت. فعشان كده من بعد صلاه العشاء في ساعه وتبدا تنام عشان الغده تبدا ايه؟ تشتغل تنقي الجسم من السموم. فديت قصه ناس كتير قوي بتغفل عنها. تمام. والغده اللي هي بتقتل الخلايا السرطانيه الزايده في الجسم لازم تكون نايم. في ناس من الاخطاء اللي الناس بتقع فيها لما بتنام يقول لك انا سيب سهرايه ايه داركنس. الاوضه لازم تكون ضلمه تماما نفسه شغال. ايوه عشان الغده اللي هي بتحارب الخلايا السرطانيه لازم يكون الغرفه ضلمه تماما عشان الجسم يبدا يعمل عمليه اعاده تاهيل.
ده على الموضوع على الشق بتاع الغدد. على الشق الغذائي بقى الناحيه الثانيه تبص لي انا واحد من الناس مثلا يعني التركي اللي هي صدور الرومي تمام السلمون اللحمه وما بجيبهاش من هنا بروتينات يعني ده زائد طبعا الفيجيتابلز والكربوهيدرات سواء رز او بطاطا او بطاطا او اي ايه وات ايفر من من انواع الكربوهيدرات. فتيجي بعد كده حاجات مضادات الاكسده لازم تكون موجوده في الاكل، توت البري مثلا، البروكلي، الحاجات اللي هي الدهون الحميده لازم تخش في الاكل، زي مثلا الافوكادو مثلا. اهو ده معلش هو غالي شويه عندنا في مصر عشان بس الفتره الجايه، لان هم عرفوا طبعا ان هو طبعا حاجه نادره وعرفوا قيمتها الغذائيه فهيبداوا يزرعوها مكان المانجا اللي هي اصلا يعني سكر عالي جدا واملاح عاليه جدا وحاجه طبعا مضره جدا من وجهه نظر يعني. طبعا هيزرعوا طبعا الافوكادو الفتره الجايه فهتلاقيه فسعره هينزل بدل ما هو ب 60 وب 70 جنيه هينزل بعد كده هتلاقيه مثلا ب 20 و 30 جنيه. وده دهون حميده بتخش، انت عارف الدهون الثلاثيه دي اللي بتعمل بتسد الشرايين والاورده وبتعمل مشاكل. ده الدهون الحميده مثلا زي المكسرات مثلا دهون حميده، زيت الزيتون، كل ده لازم الناس تاخد بالها منه عشان ما يحصلش تصلب شرايين. انت عارف تصلب الشرايين زي ايه؟ يعني بالبلدي كده، شفت الشاليمو لما تسيبه في الشمس 3 شهور تمسكه بيعمل ازاي؟ ده غير بقى الانسدادات بقى والقصص. يبقى اذا هو تمرين وبس ونظام غذائي ما فيهوش هزار يعني. لا ما فيش تهريج. ما فيش. انا بخرج، انا واحد من الناس انا بخرج على النص لان عندي الميتابوليزم عالي. عندي الحرق عالي. ميزه جدا يعني. ميزه، فبعرف اعك براحتي لحد اخر اسبوع مثلا قبل الماتش، يعني مثلا قبل بطوله العالم في 2014 ديت كنا قاعدين انا وظابط صاحبي كنا قاعدين في التجمع. فقال لي تاخد ايه؟ فالولد اداني المنيو وقلت له لا، قول لي انا مش شايف من كتر التعب، ما انا جاي من ساعه ونص ولا ساعتين وزمايلي اللي هم في الجيم ضغطوا عليا لازم نشوفك لازم نشوفك. طبعا انا مستخبي طول السنه طبعا عشان خاطر ورقي ما يتكشفش. فبقف على الميزان 132 كيلو، قلعت لقيت كله تنح، فعرفت ان انا كويس. ساعه ما لقيت العيون اتسعت عرفت ان انا على الايه المسار الايه المظبوط. اتفرجنا ونزلنا قعدنا على القهوه او على الكافيه يعني، فلقيته بيقول لي في ايس كريم بغزل البنات. فطبعا قلت له يعني ايه غزل البنات؟ قال لي اللي هو الحمام الشعر وبتاع ما اعرفش. طيب هات. لقيت الاثنين اللي جنب مني بيبص، هات ايه يا عم ده انت عندك بعد اسبوع بتسافر بكره البرازيل وعندك انت رايح تهرج ولا ايه؟ قلت له لا 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 ما تقلقش هات. المهم ايه جاب بولت ايس كريم وعليها ايه غزل البنات فكلتها. فالموضوع ايه بدات طبعا ايه اعرق وانا قاعد لان الحرق بدا يشتغل لما دخلت سكر مثلا. قلت له طب هات لي كمان واحد، ده عطيه رايح يخسر متعمد يعني. المهم رحت قبل الماتش مثلا ب 36 ساعه ولا اكل ولا شرب خلاص كده. اول ما وزننا بعد ما وزننا طبعا كله خد اللقطه يعني، ده عطيه شكله كده، ده محمد زكريا شكله كده، ده اسحاق كافيت بتاع ايران شكله كده. بس هنا بقى ال 48 ساعه او 36 ساعه دولت هي اللي هتفرق الاول عن الثاني عن الخامس. انا خلاص انا اوريدي 128 كيلو، كنت لما وصلت هناك كنت بقيت 128 كيلو. قلت والله اللي اجيب، احنا عندنا لفظه كده بتنقال، لا اجيب الجلده، لا اجيب الجلده دي يعني مش هخلي اي حاجه تحت الجلد. لو واحد عنده الاراده دي كان فرق. كنتش قادر امشي والله يعني. انا رحت اخد قهوه وكان واحد من المنتخب معايا، فحس ان انا ماشي هقع، مفيش انرجي مفيش اي حاجه، فبدات اسند عليه. فكان اسمه عماد، قال لي يا كابتن عرفت كيف تسند عليه عشان انا هو اقصر مني فحطيت ايدي عليه كده. هو عايش لغايه دلوقتي. هو عايش، هو كان بيلعب ب 85 كيلو بطل ما شاء الله عليه. فالمهم سندت عليه قال لي انت مالك؟ قلت له والله انا ما قادر امشي، ممكن تسندني بس على حد ما نروح بس نجيب الايه القهوه ونرجع. قال لي انت بتشاف نفسك؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. هناك في البرازيل شجر المانجا زي شجر الفيكس كمان كده. قلت له طب ممكن يا عماد بس تجيب لي منجايه خضراء هنا؟ عايز ادخل املاح، عايز يبقى فيه. قال لي ماشي حاضر. فهي اوريدي الشجر مش بتاع حد تمام؟ فجاب منجايه فاكلتها كده وخدت نفسي ومشيت. خلاص فاضل التحكيم السري بيبقى في يوم تمام؟ والفاينل في يوم. والاثنين منعزلين تماما عن بعض. يعني دي نتيجه ودي نتيجه. بتوع ايران عندهم شراسه. الجو هناك والمناخ بتاعهم قصه والله العظيم. انا كنت في ايران
رحت رحت طهران ورحت شيراز ورحت اصفهان وكرج ما خلتش. وانا احنا في الشارع اكله شعبيه كده مثلا زي الكشري بس ايه عباره عن شعريه كده متلجه وطعمها حلو واخده نكهه كده حاجه كده زي بشهتنا على الاكل والله. فانا واقف لقيت اللي بيخبط لي على ظهري من ورا فبضار كده لقيت وش في صدره طولها 2 متر اللي ما بيلعبش دراعه هناك قد كده. الله وصل على النبي. افضل اكل اللي في حياتك تاكله في ايران. طب كابتن عطيه انا هقول لحضرتك بقى على حاجه، بما ان للاسف الفقره اتقطع منها جزء عشان الاحداث الخارجيه اللي ملناش يد فيها، فانا هطلب من حضرتك وفريق الاعداد ان حضرتك تنورنا تاني يعني مش الاسبوع الجاي اللي بعده لو يناسبك، لان احنا لسه مواضيع كتيره جدا محتاجين نتكلم مع حضرتك فيها. يعني لسه عايزين نتكلم عن المشاركه النسائيه، وعايزين نتكلم برده عن سؤال انا كنت هختم بيه بس لو هنلحق بس خليه المره الجايه. يعني عايز اعرف كده بتتخانق زينا مثلا ممكن بالضرب؟ يعني في حد ممكن يتخانق مع كابتن عطيه يا جماعه؟ هل مراتك ممكن تزعلك؟ اي حد ممكن يزعلك؟ خلينا الاسئله دي في الفقره ان شاء الله اللي بعد كده لما تجينا. ان شاء الله نورتنا كابتن عطيه شعلان، وان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق، وزي ما نهاوند بتقول باذن الرحمن ممكن نفوت اسبوع واللي بعديه تيجي تنورنا ان شاء الله ونكمل كلام. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب احنا الفقرة دي هنختم بيها وكده وختمها مسك زي ما بيتقال، وملحن مصري جميل جدا هو بصراحة تعاون مع يعني عدد كبير من المطربين في مصر وكمان في العالم العربي. لو هنتكلم هنقول محمد فؤاد، صابر الرباعي، بهاء سلطان، حمادة هلال، يعني لحن كمان الرومانسي، لحن الحزين، لحن حاجات شعبية. هنتكلم معاه كمان في كل حاجة عن الفن وعن التلحين، لكن كمان عايزين نعرف آخر أغانيه وألحانه للنادي الأهلي، ده كمان موضوع مهم جدا عايزين نعرفه بس بشكل اكثر تفصيلا. خلينا نرحب بالملحن الجميل جدا عصام اسماعيل. يا صباح الخير. يا صباح الفل. صباح الجمال. وعارفين انت مجهز لنا كام حاجه كده مفاجآت. منور الدنيا على الهوا. احنا قلنا كده في بدايه الحلقه. اهلا بيك، سعداء لوجودك معانا، ربنا يخليك. تعالى بقى نبتدي معاك من النادي الاهلي تحديدا. وانت لسه عامل له اغنيه جميله. قصتك مع الاهلي. انا اتولدت لقيت نفسي اهلاوي، يعني واللي ما يتولدش يبقى اهلاوي ما يبقى في عنده مشاكل. بجد يعني عنده مشاكل. انا بحب الاهلي من صغري ويعني مش عندي مشكله كمان، انا متعصب قوي يعني بحب الاهلي قوي زياده عن اللزوم. وطبعا بقى يعني كنت بلعب كوره وبفهم في الكوره شويه فمتعصب شويه. وطبعا كل كباتن الكوره اصحابي، كابتن احمد الكاس، كابتن عبد الحميد دسيوني كنت لسه معاه اول امبارح، كابتن ايهاب الخطيب، كلنا بنلعب كوره مع بعض. على شغفك وحبك للنادي بس ايه، قلل التعصب سيكا. ماشي. لا مش متعصب بقى، تكمل المنظومه. مش متعصب لان انا اغلط في حد، لكن انا متعصب للنادي ما بحبوش يتغلب. ما بحبوش يبقى شكله حلو. يعني انا ما تفرقش بالنسبه لي، انا ممكن الاهلي يتعادل او يتغلب بس يقدم كره حلوه هبقى مبسوط. أوكي. مش زعلان. انا بحب الكره الحلوه زي الفل. بس طب احنا عايزين نسمع ونبدا بالاهلي، اغنيه الاهلي، ولا عايز تبدا بايه؟ عايز ابدا ارحب بالبرنامج وبيكم. طيب خلاص خلي الاهلي. انا طبعا عايز اقول ان انا عامل نشيد الاهلي الجديد كلمات محمد النجار والحاني وتوزيع اسلام شيتوس، موزع جامد جديد ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله في اغنيه هتبقى مفاجاه مش عايز اتكلم عليها دلوقتي لانها هتبقى مفاجاه مش عايز اتكلم عليها دلوقتي. طيب. فخلينا نعمل الحاجات القديمه الاول وبعد كده نتكلم على الجديد ان شاء الله باذن الله. يلا عايز ارحب بيكم بقى فاقول لكم ايه، مش عارف نهاوند مبسوطة ليه كده مش فاهم. أنا مبسوطة بيك. أنا مش محتاج أي حد يندهلي، أنا مبسوط كده ومتهيألي، مش هحتاج لحد تاني طالما أنا جيت
عشرة الصبح في الأهلي. الله 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 الله. انت عايز بقى اغنيتك ولا عامل ايه؟ اه سمعنا اغنيتي. طيب. اغنيته انا عامل له كل واحد تحيه كده. لا يا راجل اقول لك مفاجاه مش عايز ابقى مبسوطه. لازم لا نبتدي بالهوان. نبتدي بالهوان. ربنا يستر. يا دنيا جر جري يا دنيا جر جري ومن قدامي مري عشان خلاص انا قاعد مع احلى نهواندي سيدي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ده شغل عالي شغل عالي. دي بقى التحيه بتاعتك عشان انا بحبك حبيبي. ربنا يخليك. انا من الناس اللي عارفاك وحباك. انا من الناس اللي عارفاك وحباك وبقول لك الناس كلها عمرها ما تنساك عشان انت شيك قوي يا كريم يا كوجا. حبيبي ربنا يخليك. ما شاء الله على سرعه البديهه دي ملك يا جامد جدا. طبعا بنشكرك على الشغل الجميل اللي انت عملته ده. احنا اللي بنرحب بيك واحنا اللي سعداء بوجودك معانا. انا عندي بس تحيه زغنططه عايز اقولها معلش بعد اذنك. لان دي انا يعني مصمم اقولها عشان انا كلكم هتتبسطوا بيها ان شاء الله. انا هقول تحيه صاروخيه من اسوان لاسكندريه كلنا بندعي لك وبنقول لك نرجع وسطينا تاني يا مؤمن يا زكريا. اللهم امين. اللهم امين. وجميل منك جدا ربنا يخليك. احنا كلنا بنحبه وبنتمنى له يرجع. والرياضه اخلاق واهم من ان احنا نبقى متعصبين ان احنا كلنا نحب بعض. يعني لو واحد تعبان في اي نادي تاني لازم كلنا نقف جنبه. دي انسانياتنا ودي طبيعتنا يعني ان شاء الله باذن الله. هي دي النقطه ويمكن ده السؤال اللي كنت عايزه اساله لك. ازاي نستغل الفن والرياضه في فكره ان احنا نقضي هنا بقى على التعصب اللي موجود لدى البعض للاسف؟ انا ان شاء الله في اغنيه جديده ان شاء الله هعملها ان شاء الله بنتكلم فيها عن التعصب. حلو. ان احنا عندنا الانسانيات اهم عندنا بلدنا اهم عندنا. شجع نادي براحتك يعني براحتك لان ده حريه. لكن ما تتعداش على حد تاني. صح. يعني مش لازم اشتم. انت شايفه السوشيال ميديا عامله ازاي. انا لما بكتب حاجه على الاهلي يعني وجماهيره بتحبني وعارفين ان انا فنان وبيخشوا يشتموني يا طب ليه يعني ليه طالما انا ما غلطتش يعني. انا بشجع ناديه بكل احترام يعني ما ليه التعصب. صحيح. انت تعصب في حبك يعني تضايق انه اتغلب تفرح انه يغلب لكن مالكش دعوه بحد تاني وطالما مش بتقلل من شأن المنافسين او الاخرين. صحيح عندك حق مليون في الميه. طب فكره مش عارف دايما قاسم مشترك بين معظم الملحنين يا اخي بتلاقي اصواتهم حلوه. ايه هو يعني مش صوته حلو. هو مش معقوله صوته يعني. لا هو مش مش بقاش صوته حلو هو بحسه حلو. اوكي. حسه احساسه لان انا الكلمه اللي انا ملحنها دي انا اللي ملحنها فلحنتها كده احساسي بيها كده فالمطرب بقى بياخد احساسي فلازم يبقى حس حلو عشان اوصلها للمطرب. هي اصلا اليه التلحين بتيجي ازاي يعني انت بتتعرض عليك كلمات اغنيه معينه وعجبتك الكلمات ووافقت على التصدي لتلحينها. ايه اول خطوه بعد كده بقى؟ اول خطوه ان انا بحس الكلام. يعني مثلا ايه ممكن شاعر يكتب كلمه حبيبي. هي حبيبي دي ممكن كله هيبقى زي بعضه يعني في الكلام. لا ممكن تبقى تريقه حبيبي او حبيبي أو يعني لها كذا معنى. فلازم ابقى حاسس الشاعر عايز ايه كاتبها ليه. فلما احس الشاعر عايز ايه ابتدي الحن على الاحساس اللي هو كاتبه بيها. ابتدي ادور بقى في المقام ده لغايه ما الاقي جمله انا صدقها. لو انا صدقتها وحسيتها الجمهور هيصدقها. حلو جدا. انت على فكره كمان يا عصام يعني بعض الالحان ليك وفي اغنيه شهيره كانوا بيغنوها في الاستاد. انت عارف انا قصدي على ايه. فيعني الحانك بتسيب اثر مش مجرد لحن كمان وخلاص. لا لا لا, 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 لا دي لا حقيقه. لا. الحمد لله. ما هو الواحد هي اللي بيفرق بين واحد ايه ان ازاي تخلي الناس تردد الكلمه دي معاك. يعني مثلا في مذيع بيبقى ليه كاريزما عنده لازمه الناس حبت اللازمه دي منه. هي دي الشطاره بين واحد والتاني ازاي اخلي الجمهور يتعلق بيا ويردد اللي انا بقوله. برضه من الحاجات اللي يمكن ما تبقاش كل الناس عارفه الفروقات ما بينهم في فرق بين التلحين وبين التوزيع. التوزيع حاجه تانية. انا بلحن الاغنيه على يعني الشاعر بتبتدي الشاعر بيكتب الكلام انا بلحنه
بعد كده بروح ادي للموزع اللي بيحط الالات بقى والمزيكا والريتم وهنا يتعمل هنا اللازمه تتعمل كذا يعني انت بس بتحدده التيمه العامه التيمه الموسيقيه العامه خلاص انا بروح هناك نفتح سيشن اغني له اللحن اللي انا لحنته الاغنيه اللي اي مطرب بيغنيها الكلام اللي بيقوله انا اللي عملته أوكي. المزيكا اللي تحت بقى والتوزيعات والهارمون الحاجات دي ده موزع ده الموزع بقى اللي بيحط اضافته يعني أوكي. بتفرق لازم الموزع يبقى شاطر عشان عنده حس طبعا حس ازاي التيمه اللي انا عاملها دي او الكلام ده وصلته ازاي توصله لي ما هو ممكن في موزع يبوظ احساسي صحيح يعني عايز اسال سؤال انا عندي سؤال عندي اسئله مش لا 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 سؤال واحد عادي براحتك والله العظيم انا جاي النهارده عشان ما انا شغلتي اسال لا 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 ما انت مش عايزني اسال انا هو انت مقام عايز ايه مني يا عصام مقام انا احكي للناس اول مره قابلتك في قناه الاهلي نعمل ايه احكي لهم الموقف انت عايز مني ايه انا اسمها عجبني انا هندس ليه في انت اثرت فضولي انا شخصيا وبقى عندي اهتمام وشغف اعرف ايه قصه اللقاء لا هي انا قاعد كده فريتهم بيقولوا نهواند فقلت حد بيعاكسني لا بيعاكسني عشان ده مقام موسيقي يعني. طبعا فنهواند في حد اسمه نهواند غريب ايوه في ايوه ما انا ما اعرفش بقى حق. انت ايه انت انا ما كنتش عارف انا ما كنتش متابع معلش انا غلطان انا غلطان يا جماعه طب كنت عايزه تساليه على ايه بقى انا نساني والله ارحمنا يا عصام خلينا نسمع يا عصام اتفضل عايز اقول لك بقى حاجه من الالحاني يعني الحب الحقيقي الحب الحقيقي كل ما افكر فيك حماده هلال احلف اولي بها سلطان اللي يعجبك اللي تعجبك انت تسمعه اقول كل ما افكر فيك بحبها دي كلماتي كلمات مصطفى كامل والحاني توزيع الدكتور اشرف عبده وغناء احمد هلال كل لما افكر فيك كل لما احن اليك كل لما افكر فيك كل لما احن اليك كل لما ببكي عليك قلبي يقول لي انسى ملناش مكان جواه قلبي يقول لي انسى ملناش مكان جواه ما تحملوش ما تشتغلوش ما ترجعلوش لا 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 ترارارارا وبعيد بعيد وبعيد عطر الحنين بالليل وغصب عني تقيل ناري ونار حبي ما اقدرش اخوش قلبي يشتاق اليك لا 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 يبكي عليك يرجع ايديك يا حبيبي الله 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 طب ما تغني يا استاذ عصام ما تغني بتلحن ليه انا مش عايزه تسالني انا مش عايزه هو دي تسالني خالص عشان هي انا عارف انها مستعصبه طب اقول رايي انا من ساعه ما جت قالوا لي ده استحسان لا لا ده عاد قالت عايزه تسالني ده اللي بتقول لك ده استحسان فلوس فكرهاني من ساعتها هي كرهاني انا عارف ممكن اطلب طلب طيب شوف بقى شوف اللي جاي ده تعالى انت اعمل لحن وانا اغني بس صوتي وحش بس هغني مالك صوتي وحش بس هغني ما فيهاش حاجه شايفين الجمله يا جدعان صوتي وحش بس هغني لازم ابقى صريحه عشان طب ايه ايه رايكم اعمل لكم انتوا الاثنين دويتو ازاي يعني انت تغني وهو كده برضه هيدبر لنا دويتو انا نغني بالمايك وتبقى دي وتبقى نهايه لا 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 نهايه الحاله الغنائيه في عمركم غنيتوا في برنامج قبل كده شغال يعني في قناه النادي الاهلي ده خدت المبادره ده الموضوع بجد مش عارف الجرأه اللي نازله عليك دي ايه الجرأه دي بص تعرف يا طير يا طاير تيجي نعملها بحبها يا طير يا طاير بتاعت مين؟ ضربك عباب الله محمد منير بتاعت منير ماشي يلا هنغني مع بعض دي طلعتك يا فنانة اشجينا يا فنانة يلا قول يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي بارض الله يا طير يا طاير دربك عباب الله شغل جامد يا استاذ شغل جامد يا استاذ والله طيب شغل يعني انا عاجبني جرأتها الجرأة هي يعني برافو والله العظيم شويه تدريبات وهتبقى زي الفل بالمناسبه هل في مطرب من المطربين او من المطربات انت ما تعاونتش معاه قبل كده بس انت حاسس ان انت لو لحنت له ممكن تاخده في حته تانية او تطلع منه حاجه ما كانتش لسه باينه للمستمعين لغايه دلوقتي انا كنت اعمل له انا عملت الحمد لله لكل مصر تقريبا يعني الحمد لله بفضل الله كنت اعمل بس لحن للفنان عمرو دياب بس ما تمش يعني فهو الوحيد اللي كان ناقصني ان انا اتعاون معاه وكان شرف ليا لان انا بحبه جدا وبحب دماغه وبحب صوته
الفنان عمرو دياب، وحاسس ان انا كنت هاخده في سكه حلوه تانية برضه، لان انا بحب صوته. وانت لما تحب حد بتعرف تبدع معاه. اخترت حد اوريدي لعب كل الالعاب تقريبا يعني، ما كل ما اشكال الالحان والتوزيع عبر تاريخه، فكون ان انت متاكد ان انت لو اشتغلت متاكد هعمل حاجه جديده طبعا. انا كنت عامل حاجه من زمان بس خدها مطرب تاني، كنت عامله فالس، والفالس دوت يعني ما اتعملش من ايما قلبي دليلي يعني. طبعا. فكنت هعمله بشكل جديد قوي، كان هيليق مع عمرو دياب. فانا عارف انا هعمل ايه يعني، انا في دماغي في شويه حاجات عارف هعمل ايه. انا عملت كل حاجه برضو مع المطربين زي ما هو عمل، انا عملت يبقى فلازم لما نيجي نلتقي نعمل حاجه مختلفه. صحيح. لازم احط فكره على فكره، وهو دماغه حلو قوي بتعجبني الحمد لله. طبعا. طب ما لازم نسالك شويه في الرياضه، بما ان حضرتك منورنا واحنا قناه رياضيه وبرنامج رياضي، لو ما يضايقكش يعني استاذ عصام. اساليني في اي حاجه. الحمد لله. طيب. الا الفلوس ما بسالكش حاجه العادي. عصام فين من الرياضه بقى؟ يعني انت بتلحن وانت رياضي جدا، وانا عارفه انك بتحضر ماتشات الاهلي، بس هل انت بقى بتمارس اصلا رياضه ولا الموضوع ده بعيد؟ لا كنت بمارس طبعا، بس من قبل كورونا خلاص الموضوع هي قعدتنا ووزننا زاد وقعدنا وما فيش تدريب ما فيش حاجه. فلكن قبل كده كنت بلعب كل جمعه، بنلعب كلنا مع بعض. والكوره تحديدا بتكلم هنا على ماتشات الاهلي، انت يعني حريص برضو انت تتابع على طول. انا عارفه انك فعلا اهلاوي متعصب كده. يعني ما بلاش متعصب عشان بلاش كلمه متعصب، بس انا بحب الاهلي قوي. ما انا عارف يعني، انا كنت زمان عامل اغنيه كان كلمات استاذي وحبيبي الفنان هيثم مازن، كنا عاملين قول الحق خليك جريء النادي الاهلي اعظم فريق يعني، برضو الحمد لله بداوا ياخدوها يعني، كان دي الحاني من زمان. عندك تاريخ مع حب النادي الاهلي؟ طبعا مهنيا كمان غير الشخصيه يعني، غير الشخصيه. لا انا بحبه فبعمل اي حاجه. هو بالمناسبه الى اي درجه الفنون بشكل عام يعني، مش بس بتكلم على الغنى يعني، الفنون بشكل عام الى اي درجه دعمت الرياضه او خدمت على الرياضه؟ هو ده يعني، شفنا ان في افلام سينمائيه اتعملت عن زي مثلا أربعة وغيره. وطبعا في اغاني كتير تغنى بيها كبار المطربين والمطربات من زمان الحقيقه. في حب فرق بعينها. ايوه. الى اي درجه الفن ممكن فعلا يحبب البني ادم في الرياضه لو ما كانش بيمارسها؟ لا الفن والغنى يعني خاصه يعني ده بيبقى نبض الشارع يعني. انا مثلا ايه، انت حضرتك بتحب ومكسوف تقول لحبيبتك ان انا بحبها، لما انا بعبر ده بلحني وبكلماتي بعبر عن اللي انت عايز تقوله، فبتلاقي نفسك في ده. فانا بعبر عن المشاعر اللي جواك وانت مش عارف تعبر بيها. انا واحد عايز اقول للناس يا جدعان عيب لازم بلاش تعصب، مش عارف يعبر والناس مش سامعه كلامه. لو عملتها في اي اغنيه او في فيلم هتوصل للناس، فالفن رساله يعني. الفن رساله كويسه بس يفهم يعني، مش لازم الفن دلوقتي بقى حاجه تانية، لكن هو الفن اساسا رساله. انا بعمل اغنيه يعني، عملنا الحب الحقيقي، كان الفنان محمد فؤاد وجهه نظره ان الحب الحقيقي بجد في الطفل. الطفل هو الوحيد اللي بيحبك حب حقيقي، مش عايز منك حاجه. لما يشوفك ويجري عليك يبقى بيحبك بجد، لانه مش عايز منك حاجه، حس بحبه ليك. فعشان كده صورناه باطفال وجبنا كوره الاطفال، لان هنا فعلا الحب الحقيقي. ماشي. ف كنت بقول ايه الاول؟ انت نسيتيه. انا مالي النهارده بيك. كنت بقول ايه؟ بتكلم على الفن ودور الفن كتدعيم الرياضة. فاذا الفن وصل للناس ان الحب الحقيقي ده هو الطفل. أوكي. الطفل هو الوحيد اللي عنده حب بجد. بانت بقى فين؟ في اغنيه. الحاجات كلها اللي ماشيين عليها لغايه دلوقتي بانت في افلام، في اغاني. فالفن ده مرآه الشعوب بجد، ضمير الامه. ماشي. فاللي عايز يعمل حاجه ومش عارف يعملها الفنان هو اللي بيوصلها له. فالفن مهم جدا. خلينا نتابع دلوقتي الاغنيه اللي انت لحنتها عملتها للنادي الاهلي. وبعدين نعرف منها الكواليس. ماشي. كسبت أو كسبت، تفضل أعظم تشد، وأنا هفضل
المشهد الاهلي بطل المشهد الاميره الصفراء عارفه اخرها يبقى مين كلنا شايفين الحلاوه. طيب هي اي حاجه في الدنيا بتتعمل بحب بتطلع حلو. صحيح. الحمد لله. انا هي الاغنيه دي جت معايا يعني صدفه كده. شاعر صاحبي يعني بقالي كتير ما شفتوش يعني, فقابلته صدفه في الكافيه, فقلت له تعرف تعمل حاجه للاهلي؟ قال لي اساسا انا بلعب كوره وانا في التراس الاهلي ومن مدمنين الاهلي. بس انت اللي هتعرف تعمل. فكتب لي هتفضل اعظم تيشيرت, خسرت او كسبت هتفضل اعظم تيشيرت وانا هفضل قدامك صغير ما كبرت. قمت رايح للاستاذ ابو الخطيب قلت له اسمع الكلمتين دول, قال لي هي ده, هو ده, هو ده النادي الاهلي, كمل عليها. فالحمد لله كملنا وعملنا الاغنيه, بقى الناس منبهرين بقى. انا جبت الكورال الاوبرا وجبت الكمانجات والبراسات بتاع الاوبرا كلها, عامل حاجه اوبرالي حلوه وكلهم بقوا مبسوطين منها وقعدوا يصوروها والحمد لله. استقبال الناس للاغنيه دي او للاغاني اللي انت عملتها تحديدا في حب ومحبه النادي الاهلي, الى اي درجه هي مختلفه وجمهور نفسه الى اي درجه هو مختلف عن الجمهور التقليدي الكلاسيكي للاغاني وللغناء والطرب بشكل عام؟ يعني احنا بنتكلم على التراس. ايوه الجمهور بتاع الاغاني بتاعه الكوره مختلف تماما عن الجمهور التاني. يعني انا بعمل اغنيه تانية ببقى عارف ان انا مش هتبان نتيجتها دلوقتي, يعني ممكن اسبوع اسبوعين لغايه ما الناس تبتدي تسمع, ببقى عارف ان انا قدامي شهر لغايه ما الاغنيه دي تعلم مع الناس. طول عمري كنت استنى كده, الا الاغاني بتاعه الاهلي عارف ان انا بعد ساعه هاخد النتيجه بعد ساعه, لان في الالتراس ده مهويز بالكوره, فما بيصدقوا يلاقوا كلمه يلاقوا اغنيه حاجه جديده يقولوها في المدرجات مع نفسيهم وهم قاعدين. فانا عارف ان في نسبه مشاهده عاليه والنتيجه بعد ساعه. فانا لما قريت الكومنتات وعمالين يقولوا يكتبوا كلمات ويكتبوا كل كلمه في الاغنيه عرفت ان هي وصلت لهم الحمد لله. فزي المسرح يعني, انا ما اعمل فيلم بقعد استنى شهر اتنين لغايه ما اشوف, لكن المسرح الجمهور هيسقف لك ساعتها. صحيح. فدي عامله زي المسرح بالظبط, الجمهور بيسقف ساعتها. فالاغاني بتاعت الكوره دي بتبقى مختلفه عن الاغاني التانية. طب لو احنا قلنا لك اسامي دلوقتي مثلا ناس نعرفهم, حد من اهلنا, ممكن نقول اسم شيرين, تعرف تعمل لنا لحن كده دلوقتي؟ احنا عايزين شيرين, ايه رايك؟ ماشي, حتى بقى بدل ما اروح اهداء من كريم دي فاضيه لزوجتك ادخلها اغنيه جميله. زوجتك اسمها شيرين؟ شيرين. كلنا معروفين, بس اللي عايزين نعرفه ان كريم بيحب احلى شيرين. يا سيدي يا سيدي يا هدى هتتهنى يا سيدي يا هدى هتتهنى واحلى اكل. انا مبسوط جدا من اللي بيحصل ده. الحمد لله. ربنا يخليك. ربنا هتتهنى. بص احلى اكل اللي انت عايزه هتعمل النهارده. جميلة سرعة البديهة, مش كل الناس عندها الملكة. لا لا الحمد لله. تعرف ان في ناس وخصوصا في امريكا وتحديدا اللي هم الرابرز, الناس بتوع الراب, في منهم كمان بيتميزوا بالقدرة على الارتجال. ايوه صح. فمش اي حد مش اي حد يعمله. كان في فنان كبير عندنا اسمه محمد طه كان بيرتجل. كان يعني ما حدش بيكتب له كلام, هو يقول له الموقف يقول لهم خلاص اقعدوا خلاص. حفلاته اللي بره مصر في الدول العربيه كانت بتطرب منه حاجات معينه. بيقول لك اسماعيل ياسين كان كده, لان انا اشتغلت مع ياسين اسماعيل ياسين, كان حبيبي الله يرحمه. ياسين اسماعيل كان مخرج كبير يعني. وعملت معاه ما خدش حظه من الناس اللي الله يرحمه. كان اخر مسلسل عمله كنت انا اللي عامل موسيقى تصويريه وتيتر وكلها, فحبيني جدا لما عرف ان انا بحب الفنان اسماعيل ياسين, فحبيني جدا وبقى على طول قاعد معايا, فبقى يحكي لي بقى كواليس يعني. فالفنان اسماعيل ياسين كان منه كان بيشتغل كتير جدا, فكان يقول لهم بس قولوا لي انا اسمي ايه في الشخصيه في الفيلم ده ويرتجل الباقي خلاص. بيرتجلوا. فشفت سرعه البديهه وسرعه الارتجال وفنه انه ما بقاش يحفظ, ما بقاش يقول من ورق. فدي موهبه تانية خالص, موهبه تانية خالص.
لان اللي بيقرب الورق هيبان انه بيقرا طبعا. يعني اللي يعني انا مثلت برضو الحمد لله، فاللي كان بيقرا من المخرج يقول له يا ابني ما تقراش اكنك بتقرا من ورقه، قول احساسك مش لازم الكلام بالظبط بس قول احساسك. فهو الارتجال ده مهم جدا ان الواحد يبقى بيرتجل ما يقولش حاجه منصوصه. يعني كنت لسه عايز اسالك، انا عارفه انك مثلت وبتغني لا وبتلحن وصوتك حلو، يعني ليه ما نتكلمش هنا بجانب التلحين يبقى فيه احتراف حاجه تانية؟ لان عندك الموهبه، ده اللي بتكلم فيه. والله بفكر اجيب كشك سجاير كده طب بغض النظر عن الهزار لا بس انت خدت التجربه بالفعل. لا انا غنيت يعني أنا غنيت. لا غير الغنى كمان والتمثيل. مثلت الحمد لله مع الفنانه الهام شاهين ومع الفنانه لوسي، وعملت كذا حاجه تجربه حلوه الحمد لله بفضل الله. بس كنت طالع كوميدي بقى يعني، وعملت فيلم من الافلام اللي انا بعتز بيها جدا، كان اول مره يتعمل فيلم رعب في مصر كده، بس انا كنت طالع كوميدي اسمه عزازيل ابن الشيطان، بس كان دوري حلو قوي والحمد لله مأثر في الناس جدا، والإفيهات اللي كنت بقولها الناس بتقولها في الشارع، فالحمد لله مبسوط بيها يعني تجربه حلوه يعني. ما كانش في افلام رعب كتير يمكن عشان كده هو الفيلم على صابع الايد. كان الفنان علي الحجار شارك في فيلم قديم منهم لو تفتكروه، مش عارف انت شفت الفيلم ده ولا لا، كان فيلم طلع دراكولا. أيوة. انا ناس لا غير الانس والجن ده قبل منه بكتير. كان علي الحجار حبيبي طبعا، وعمل له على لحن جميل من الحقيقه ان الشخصيات اشتغلت مع استاذ علي الحجار، اشتغلت مع كل الناس الحمد لله. جميل. الحمد لله بفضل الله. والفروقات ما بين المطربين، هل في حد بتلاقي اريحيه اكتر في التعامل معاه بالمقارنه بغيره؟ هل في حد خامه صوته تحب طبعًا. تشتغل لها طبعا عن غيره؟ طبعا يعني في اصوات ما ببقى متضايق وانا بشتغل، وفي اصوات برفضها تماما لانه عارف انه مش اللحن بتاعي هيبوظ خلاص، وفي اصوات ببقى مبسوط زي مثلا بهاء سلطان ما شاء الله عليه. طبعا بهاء سلطان عنده عرب اهو، يعني ايه ما يعني اي مطرب في الدنيا بيتعب على ما يعمل العربه، بيقعد يجتهد كده لغايه ما هي بتطلع منه كده، هي عنده موهبه، صوته فيه عرب رباني ما شاء الله. فمن الناس اللي ريحتني جدا وعامل انا عامل له احلف وقال لي، من الحاجات اللي استمتعت وانا بسمع اللحن بتاعي فنان صابر الرباعي. طبعا صوته جميل. من الحاجات من الاصوات اللي بحبها بحس ان اخويا محمد فؤاد، انا عامل له كتير الحمد لله، بس بحب اداؤه للكلمه، يعني بياخد الكلمه في سكته، بياخد اللحن في سكته. صحيح. فهو بيعمله بطريقه حلوه برضه. ان شاء الله انا بجهز له حاجه جديده، وان شاء الله يا رب تكون من نصيبه ان شاء الله باذن الله. في اصوات كتير حلوه انا بحبها، حماده هلال برضه من الناس اللي بحب صوتها، الفنان هاني شاكر، يعني الفنان هاني شاكر عمل معايا يعني عمل حاجه غريبه جدا، عشان ده مدرسه وده لازم الناس كلها تتعلم منه. احنا بنخش الاستوديو اي مطرب في الدنيا بقعد اسمع منه اللحن وكده، وبخش الاستوديو بيغني مره واثنين وثلاثه لغايه ما في صوته يفتح، وبعدين يقول بعدين كلمه وقع فيها فبنقف زي اي مطرب في العالم. فنان هاني شاكر لا بيحفظ، شفت بيحفظ في البيت، يجي الاستوديو اغنيه وان تيك اكنه في حفله، خلصت الاغنيه مفيش كده ما شاء الله مفيش كده. فانا بحييه و بقول له يا ريت الناس كلها تتعلم زيك. انا في ناس مطربين بعمل لها الاغنيه واديها له عشان يحفظها ولا يسمعها، يجي في الاستوديو عايز يغنيها من غير ما اسمعها. طب ازاي؟ استسهال كده. ازاي ده كل كلمه لازم تشوف انا هقولها ازاي، وهنقل هنا ازاي، وهضحك هنا ازاي، واقول هنا ازاي. فانا شاكر غير بيروح ازاي، شوف هاني شاكر طبعًا. بيذاكر طبعًا. في البيت ويجي الاستوديو يقولها من مره واحده، ليه ما نعملش زيه كده ليه؟ طبعا عندي سؤال يعني عايزه اجابه صريحه شويه، ان هو سؤال ممكن بعض الناس ممكن تقول لك لا انا ماليش دعوه، بس المهرجانات تقييمك مش ليها، لا تقييمك لهذا النوع من الفن وفكره ان انت لو اتعرض عليك يا عصام انك تلحن لحاجه كده هتعرف هترضى؟ بص هقول لك حاجه، في الاول ما كنتش برضه ولغايه دلوقتي انا ما عملتش حاجه، بس انا طالما الناس حابه الريتم ده، لان خلاص انت لو دخلت دلوقتي فرح او عيد ميلاد او اي حاجه كل والشباب ما سمعش الريتم ده ما بيرقصش يقول لك انت قديم، خلاص هي بقت انطباع. طب ايه المانع ان انا اعمل لك الريتم ده بس على كلمه حلوه على لحن حلو على صوت حلو؟ لان هم بيعملوا حاجات حلوه، بس اكمنهم ولاد صغيرين فما عندوش حاجه اسمها سياق درامي في الاغنيه، يعني بيكتب افات يقعد يكتب افات افات طبعا. فممكن شاطره غير الشاطره ده ملهاش علاقه طبعا. يعني انا دخلت وحبيت بيت وبعدين دخلت الثلاجه اكلت سندوتش وبعدين رحت نزلت ايه علاقه ده كله ببعض؟ صحيح. مفيش. فانا عايز الشاعر الكويس يكتب نفس النوعيه دي ونفس الافات بس في سياق درامي، تبقى الاغنيه ليها مضمون وليها شكل، ونجيب اصوات حلوه ونجيب توزيع كويس، نعمل الريتم بتاعكم اللي يعجبكم والمزيكا بتاعتكم بس على كلام حلو واصوات حلوه بس. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا ونورتنا، وبنشكرك اكيد بشكل شخصي كمان على الاغاني الجميله اللي انت قدمتها. انا تحت امرك في اي حاجه وتحت امر قناه الاهلي، لان انا اهلاوي للنخاع، يعني اي حاجه يطلبها مني الاهلي برقبتي،
وبعدين انا نهوان دي اختي وحبيبتي والله بجد، ومبسوط واحنا بنتقابل في النادي الاهلي بنشاكس بعض كتير، بس انا ايه عايز اطلع منها الفنانه، عايز اتغني حصل يا استاذ الحمد لله الحمد لله. لا ان شاء الله والله لو اتدربت هتبقى كويسه، ومبسوط بيكي ومبسوط بيك جدا ان انا ربنا يخليك، وانت اعلامي كبير وشرف ليا. نورتنا يا عصام وان شاء الله تنورنا تاني، احنا عايزين كده كل فتره. وعلى فكره احنا نوهنا اول الحلقه قلنا اللي حابب، احنا معانا هيبقى ملحن كبير، واللي حابب ان هو يلحن اسمه على الهواء يبعت لنا، وناس بعتت بس للاسف مفيش وقت، بس نوعد حضراتكم ان استاذ عصام يكون معانا مره ثانيه، والاسم اللي هيتبعت سواء زي ما كنت بقول لحضرتك زوجتك ولادك والدتك على طول هنلحنه على الهواء. عشان عملها بحب. بنشكر حضراتكم على متابعتنا، وان شاء الله هنشوفكم بكره في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.